صباح الخير، صباح السعادة، صباح كله أمل وتفاؤل وحيوية وطاقة إيجابية على كل اللي بيتابعونا على قناة مصر البلد وبرنامج صباح بلدي. زي ما عودناكم أننا بنكون معاكم كل يوم من الساعة 10 للساعة 12 لمدة ساعتين علشان نتكلم على فقرات وموضوعات مختلفة ومتنوعة. هكون معاكم النهاردة أنا نهى الطاهر وزميلتي إيمان عزيزة. صباح الخير يا إيمان. صباح الفل يا نهى، وصباح الفل على كل مشاهدي قناة مصر البلد وصباح بلدي. النهاردة طبعا زي ما متعودين فقراتنا كتير ومتنوعة، هنبتديها طبعا بفقرة الأخبار زي ما احنا متعودين، وبعد كده هيبقى معانا فقرة اجتماعية هنتكلم فيها عن أبنائنا وإزاي نربيهم تربية حديثة، وبعد كده هيبقى معانا الفقرة جمالية هنستضيف فيها ميك اب ارتست وهتكلمنا إزاي عن الوصفات الطبيعية اللي نقدر نعملها عندنا في البيوت، بعد كده هيبقى معانا فقرة الخمساية اللي احنا متعودين عليها وهتكون عن أجمل شوارع القاهرة شارع المعز. في ختام الحلقة هيكون معانا فقرة فنية هتكون عن العراب أحمد خالد توفيق الله يرحمه. ونبتدي الأول بفقرة الأخبار. أول خبر أو الخبر اللي معانا النهاردة يا إيمان، الخبر بيقول إن المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي نظم المؤتمر الدولي الأول له بعنوان مصر مستقبل العالم. المؤتمر ده حضروا عدد من الشخصيات الهامة وعدد من كبار رجال الدولة، على رأسهم أعضاء مجلس نواب ورجال أعمال ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة وعدد من وسائل الإعلام والفنانين. المؤتمر ده تمت إقامته في مركز التعليم المدني بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجزيرة. المؤتمر ده كان الهدف منه أو الأساس اللي ركز عليه المؤتمر كان هو طرح رؤى اقتصادية واستثمارية ومشاريع تنموية واجتماعية، وده كله بهدف تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع رجال أعمال مصريين سواء داخل مصر وخارجها. المؤتمر كمان بيعتبر انطلاقة حقيقية للاستثمار في القارة السمراء وبيعظم دور مصر الحيوي في قارة إفريقيا. احنا دلوقتي هنخرج نشوف تقرير عن فعاليات المؤتمر ونرجع لكم مرة تانية. أود بدءاً أن أعرض عن بالغ شكري وتقديري للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي لحرصهم على تنظيم هذا اللقاء وفي هذا الوقت تحديداً، حيث تتأهب الدولة والمنطقة العربية كلها لتنفيذ الرؤية الشاملة لعالم أكثر ازدهاراً للشعوب العربية. خلال هذا المؤتمر الهام سوف يتم عرض ومناقشة عدة مشروعات قومية وعرض حلول وأفكار غير تقليدية تساهم في حل الكثير من المشاكل ومنها التعليم والبيئة. Speech of the President of the National Council for Planning, Mr. Yasser Samir. بسم الله الرحمن الرحيم. وجه التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أرحب بالسادة الحضور وأشكركم على تشريفكم لنا اليوم لنتكاتف جميعا لدعم مصرنا الحبيبة بأول مؤتمر للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي. والكلمة الآن مع الخبير الدكتور حمادة صلاح حمادة خبير التقييم المعتمد من الألف المركز المصري خبير المحاكم الاقتصادية المختصة بوزارة العدل رئيس الهيئة الاقتصادية بالمجلس العربي الأمريكي.
الكيكه. يلا اتفضل. هذه المؤتمرات دائما ما ياتي بثمارها خيرات كثيره، ونحن نعلم ان المؤتمرات لبنه من لبنات الاقتصاد المصري اللي بتوصل شرايين المجتمع لتنتج نتاجا جيدا نراه. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالسادة الحضور في حضر مصر ومن أجل مصر. ربنا كرمنا بقيادة حكيمة بتعمل بجد وإخلاص من أجل موضوع هذا البلد. أتمنى الدعم من جميع السادة الرئيس. إن شاء الله النهاردة هنعمل موضوع يهمنا إحنا كلنا، مشكلة الكمامة في مصر. هنعرض تفاصيلها كلها في أحباب المناقشة فيها عشان نقدر نوصل لحل لبيئة صحية، بيئة آمنة من أجلنا ومن أجل أولادنا. موضوع عاوز جدية وعاوز تطبيق لمبدا الصواب والعقاب، وبكل جدية وفعلا الفرز من البيت لازم يتم الفرز من البيت. مين قال ما نجحش؟ احنا بنخصص ألوان معينة لجمع كذا وكذا وكذا، الناس هتتعود. أستاذ ياسر سمير رئيس المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك فن. في البداية حاب أعرف يا ست المستشار إيه أهداف المجلس؟ سيادة الرئيس والدولة قايمين بمشروعات قومية، تمام؟ ولذا وجب علينا توعية وتثقيف الشعب، لأن بكل بساطة المشروعات اللي سيادة الرئيس والدولة تقوم بيها مين اللي هيحافظ عليها؟ فلازم نثقف ونوعي الناس، لأن احنا حاليا بنمر بمرحلة صعبة جدا في مصر، تمام؟ مصر مستهدفة من ناس كتيرة، فسيادة الرئيس واخد على عيدكم البناء والتعمير، تمام؟ وعشان ابني وعمر لازم يكون في جيل عندي واعي عشان يقدر يكمل المسيره فيما بعد. استاذ محمد مصطفى الامين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، برحب بحضرتك. اهلا يا فندم، شرفتونا ونورتونا في اول مؤتمر للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي مصر مستقبل العالم. حابب اعرف من حضرتك في البدايه ايه المشاكل اللي واجهت المجلس؟ والله الحمد لله رب العالمين، المجلس في بداية إنشائه لم يقابل أي مشاكل سوى البيروقراطية اللي هي طبيعية، ولكن في ظل القيادة الحكيمة سيادة رئيس الجمهورية والتعليمات اللي بذلت الحكومة فيها وقت وجهد كبير عشان تزال العقبات أمام المجلس، الحمد لله المجلس بدأ ينشأ في ظل قوانين المفروض هي بيروقراطية ولكن ذللت بأوامر وبعض التعليمات اللي هي بتخلت المجلس أصبح يقف على قدمين وساق. السفيرة رحاب شوقي مسؤولة المرأة في الاتحاد العربي، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بحضرتك. حابة أعرف من حضرتك إزاي المجلس ممكن يساهم في مكافحة العنف ضد المرأة؟ العنف ضد المرأة دي قضية مهمة جدا، مش كتير حد بيتكلم فيها، بس في يعني بالنسبه للمؤتمر النهارده ان هم يتكلموا عن العنف، كله بيتكلموا عن المشاريع اللي تعملها المراه، ازاي المراه تقدر تستثمر، بس ما بيتكلموش عن العنف بالنسبه للمراه. ممنوع منعا بتا في اي دوله ان يكون في عنف للمراه. استاذ احمد الصاوي عضو اللجنه العليا للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك. حاب اعرف حضرتك يعني ايه دور المجلس في دعم المشروعات القوميه والاستراتيجيه في البلد؟ المجلس دوره انه يدعم جميع مؤسسات الدوله بحلول غير تقليديه من خارج الصندوق، وايجاد حلول بديله لجميع القضايا الشائكه في البلد، منها التعليم والكمامه والصحه والبطاله والفقر. دكتور ماجد عبد الله مؤسس مبادره دعم وطن، برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. حاب اعرف في البدايه منهج مبادره حضرتك دعم وطن. هو دعم وطن احنا اشتغلنا عليها من سنه 2014 بدعم الوطن في كافة المجالات، ولكن رسينا على حاجة ان احنا بنتكلم في حاجة اسمها تبادل التنمية المستدامة بين الدول العربية والافريقية في كافة المجالات عن طريق الدفاع عن الوطن ومواجهة الارهاب. سيادة اللواء عز العرب الناحل، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. في البداية حاب اعرف من حضرتك ايه دور المخابرات في دعم المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي؟ هو طبعا يمكن النهارده احنا اول يوم من نبقى منتشرين كده وعاملين لهذا المؤتمر، يعني
هو ما فيش يعني دعم عشان ما بقاش فيه توجيه او بتاع او كلام ده كله، هي مجموعه خططت بتشوف زي ما انت شايفه كده المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي لدعم مصر مستقبل العالم، جايب مجموعه اساسا من الناس المصريين اللي هم شغالين بره، الناس اللي بتناقش قضايا عامه للمواطنين، انما الاجهزه الامنيه ملهاش يعني ما فيش توجيه معين لهذا الموضوع او لهذا المؤتمر يعني. وزي ما شفنا في التقرير اللي اتعرض على حضراتكم من شوية، التقرير المؤتمر خرج بتوصيات أبرزها كان تقليل المعوقات اللي بتواجه المستثمرين الصناعيين وتذليل العقبات قدام المصدرين، كمان إعادة كمان هيكلة البرامج المساعدة للمصدرين. تم كمان توزيع شهادات تقدير للمتميزين في المجالات المختلفة، وتم التقاط بعض الصور التذكارية للمؤتمر. وبتقريرنا عن المؤتمر بتكون خلصت فقرتنا الإخبارية. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع مرة تانية نكمل فقرات صباح بلدي، انتظرونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا في صباح بلدي. دلوقتي فقرتنا الفقرة الاجتماعية اللي هنتكلم فيها عن فلذات أكبتنا التي تمشي على الأرض. أطفالنا كنز في البيوت. ما اعتقدش ان في حد فينا مش عايز ان هو ولاده يطلعوا يعني شباب صالحين في المجتمع او يطلعوا بصوره مشرفه ليهم فيما بعد او في الكبر، فشيء طبيعي ان احنا لازم نكون عارفين ازاي بنربيهم وازاي بنتعامل معاهم في من هم صغيرين. عندك حق يا إيمان، يمكن الأطفال بيبقى عندهم طاقة إبداعية، أو الدراسات قالت أن الأطفال بيبقى عندهم طاقة إبداعية، كل الأطفال تحديدا، بس بتبقى بنسب متفاوتة، وده بيحتاج مننا كأب وكأم أن أنا إزاي أعرف أنمي طاقة الطفل بتاعي، إزاي أعرف أوجهها بشكل صح، وده بيتطلب مننا أن احنا نخرج من وسائل التربية المعتادة أو العادات والحاجات اللي احنا تعودنا عليها قوي، ونبتدي نتجه لوسائل حديثة أكتر علشان نخلي الطفل يبدع، يبقى قادر على أنه يكتشف العالم اللي حواليه، يبقى قادر على أنه يفكر في المشكلات اللي بتواجهه ويحلها، وإحنا في نفس الوقت بنقدم له الدعم. طبعا عشان نعرف يعني إيه تربية إبداعية وإزاي ممكن نحققها وإيه هي فوائد التربية الإبداعية، هيكون معانا دكتور خالد صقر أخصائي التشخيص والعلاج النفسي في فقرتنا دلوقتي. منورنا يا دكتور. ربنا يخليك دكتور خالد. طبعا حضرتك كنت حاضر مؤتمر، المؤتمر ده كان بعنوان ابني، كنا بنتكلم فيه عن او اتكلمتوا فيه عن المشاكل اللي بتواجه الاطفال وايه هي اساليب التربيه الحديثه علشان نتعامل مع الطفل بشكل صحيح. طبعا احنا هنخرج دلوقتي لتقرير بسيط عن المؤتمر واهم الحاجات اللي دارت فيه، ونرجع لكم مره ثانيه. اولا انا مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده، حاولت ان انا اقتصد الوقت من وقت شغلي ان انا اكون موجود ولو نص ساعه، الحمد لله ان انا قدرت اجي. دايما في كل البرامج اللي انا كنت بعملها كنت دايما ما بركزش على بدايه المشاكل، دايما بعمل اللي بشوفه في المجتمع، بقوم جاي مثلا مشكله زي مشاكل الطلاق مثلا بقوم اتكلم عنها، مشكله زي مشاكل اطفال الشوارع بقوم اتكلم عنها. المهم في الفتره الاخيره
من خلال تواجدي في العيادات والمستشفيات والسنتر عندي في العروض بدات اشوف ان في جريمه ترتكب في حق هذا المجتمع. وفضلت ادور متى تكون هذه الجريمه، لان الجريمه عظمى في المجتمع هي الناس بتتجوز. لسه هكمل بقى. فلقيت ان الجريمه هي ان الناس بتتجوز، بس لما بتتجوز بيعرفوا يعملوا يجهزوا الفرح ويجهزوا الفستان ويجهزوا الحد صوره كويس ويجهزوا القاع كويس جدا، لكن ما بيقدروش ان هم يجهزوا نفسهم عشان لما يتجوزوا يقدروا ان هم يتعايشوا بشكل يكون مظبوط. وعلى هذا بتبدا من هنا كل المشاكل والاضطرابات والمشاكل النفسيه بتبدا تزداد شويه بشويه. فجبت الموضوع من بدايته وشفت بعض التجارب في كثير من الدول. لقيت انه في سبيل المثال ماليزيا كان نسبه الطباع عندهم كانت 32% وهم عددهم قليل، معنى كده ان كل 100 واحد بيتجوزوا 32 واحد بيتطلقوا. المهم جه قال لك احنا عمرنا ما هنقدر ننهض بالبلد الا اذا حلينا هذه المشكله، وراحوا عاملين ما يطلق عليه مراكز التدريب متخصصه في تاهيل الشباب المقبلين على الزواج. ولما عملوا ده حصل انه نسبه الطلاق 2%، وبالتالي قلل نسبه المحافظات اللي بتحبس في المجتمع، وبالتالي تطورت ماليزيا وقلت المشاكل والاضطرابات النفسيه اللي موجوده في المجتمع. لان عمرنا لن نستطيع ان ننهض الا اذا كان هناك مجتمع سوي. هذا المجتمع السوي لن يبدا الا من الاسره. امبارح على سبيل المثال وقت كده كان عندي مستشار من هيئة قضائية في مصر، كان جاي ابنه هو تزوج في سن كبير وابنه عنده تقريبا 18 سنة هو عنده فوق 55 سنة. المهم مشكلة الولد انه مش اجتماعي، مش عارف يكون صداقات علاقات اجتماعية، هو بينقل من أماكن مختلفة على حسب شغله. المهم هو جاي من الولد، الولد مش قادر يكون علاقات اجتماعية، مش قادر يعيش في وسط المجتمع، مش قادر هو يكون متأقلم مع الناس، وعايز ان هو من بعد ما نفع كتير قوي قوي قوي. فجالي، مش جالي عشان هو يعني، هو جالي كباب من ضمن الابواب اللي ممكن تساعده في الحل. فانا قعدت طبعا دايما في الحالات اللي زي دي بقعد مع الاب والام في الاول، لانه غالبا بتبقى المشكله ممكن تبدا من عند الاب والام. هم اللي قعدت معاهم هم الاثنين بتعاملوه ازاي، احنا خايفين عليه ما نخرجوش ما بنعبوش. المهم في النهايه الولد جه وامه وهو قاعدين، فاول ما دخل قال له مش المفروض تخطط قبل ما تدخل؟ قلت نعم. الولد اصلا نظراتها مخوفين من اصلا. فقلت له هو مين عنده مشكله؟ هو مين الموضوع فين؟ فقال لي انا معترف ان انا عصبي، فبكلم والدته. قالت لي انت عارف عايز تشتغل ايه؟ قلت لها عايز اشتغل ايه؟ انت عايز تشتغل ممثل، ده منظر ممثل. قلت له بعد اذنك يا عبد الرحمن اقعد بره وقعدوا انتوا الاثنين بقى كده واقفلوا الباب. ليه؟ هنا المشكله محتاجين انه الاب والام يكونوا مؤهلين نفسيا، وبالتالي يستطيعوا ان هم يتعاملوا مع هذا الشاب او هذا الطفل او باقي الاطفال، لانه بالتالي عندهم ثلاث اولاد تانيين. اعتقد ان هم في خلال سنه مش هيجيبوا الثلاث اولاد التانيين المستشفى، اعتقد ان هم في خلال سنه هيقابلهم في احد المستشفيات لو ظلوا يتعاملوا مع اولادهم بهذه الطريقه. فانا عايز اقول ان الجريمه الاكبر ان انتوا تتجوزوا ومش عارفين تتجوزوا ازاي، والجريمه الاعظم اللي المفروض تعاقبوا عليها ان انتوا تخلفوا عيال وما تعرفوش تربوهم ازاي. فارجوكم قبل ما تتجوزوا وقبل ما ان انتوا تتعبوا عشان تتجوزوا اتعلموا واعرفوا يعني ايه زواج اصلا من البدايه، عشان لما تتجوزوا تجيبوا لنا اطفال اسوياء بدل ما تجيبوا لنا اطفال غير قادرين على العيش داخل هذا المجتمع، وبالتالي بيدمروا المجتمع وبيسببوا مشاكل كاد تكون تصل الى الارهاب في حد. خلاص زهق صح؟ ولا زهق؟ انا عموما بشكركم شكرا جزيلا، انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى ان اكون في خلال الدقيقتين او الثلاث دقائق المسموح ان انا اتكلم فيهم ان انا اكون سلطت الضوء على مشكله برا انها من اكبر المشاكل ممكن ان احنا لو حلتنا ننهض بهذا البلد، لن ننهض بهذا المجتمع الا اذا خلقنا من البدايه اسره سويه واطفال اسوياء قادرين على الوصول بهذا البلد الى النجاح اللي كلنا بنتمناه. وعشان يبدا هذا المؤتمر لازم يكون فيه ناس تتبنى فكر التطوير الاسري، لا
احنا نطور الاسر المصريه، كلنا بنحتاج لهذا التطوير. الاب والام اللي اتجوزوا وخلفوا هم مش خبراء في التربيه، هم محتاجين حد خبير في التربيه يعلمهم. ارجوك وتعلم. شكرا ليكم وشكرا لايمان. شكرا جزيلا للدكتور خالد سعيد. وزي ما شفنا في التقرير اللي تعرض لحضراتكم من شوية، مؤتمر ابني كان فيه طبعا بعض التوصيات والحاجات اللي احنا المفروض ان احنا نكون يعني قادرين ان احنا نتعامل فيها مع ابننا او بنتنا ازاي في البيت. برحب بحضرتك مرة تانية دكتور خالد، ونبتدي بقى اسئلتنا مع حضرتك. وطبعا بعد المؤتمر الجميل اللي شفناه مع حضرتك دلوقتي، عايزين نعرف ايه هي انواع التربية المناسبة لحل مشاكل الطفل، او بمعنى اصح ايه الاساليب الحديثة او اللي المفروض ان انت ناديت بيها في المؤتمر. كويس، قبل ما اتكلم عن ايه هي انواع واساليب وطرق التربية الحديثة، خلينا بس نشبه الطفل، وعجبني التشبيه او في اول حلقة ان الطفل ده عبارة عن كنز. تمام. تخيل انت عندك كنز، اول حاجه بتعملها ايه؟ ان انت بتحاول ان انت قدر المستطاع ان انت تحافظ على الكنز ده. ده اللي عنده فازه غاليه في البيت، فازه غاليه بيشيلها في مكان كويس، بيشيلها ويحاول طول الوقت ان هو يعني ينظفها وياخد باله منها، ولو حد قرب منها بس يبقى عايز ياكل. بالظبط. لكن بيبقى عندنا اغلى من ده، هو كنز لو احنا استثمرناه صح هنكسب في الدنيا وفي الاخره، اللي هو الطفل. اللي احنا ممكن نتعب كتير قوي عشان يبقى عندنا طفل، نتعب كتير عشان نتجوز ويبقى عندنا الطفل ده، جوهره ثمينه في البيت. في النهايه بيبقى عندنا قصور شديد في ان احنا ازاي نربي الطفل ده. ودايما لما بيجي لي اي طفل امه تقول لي ده قليل ادب، في سر كده بصراحه يعني بينه وبينكم، يعني انا عرفت انت بتقول ايه. ببقى عايز اقول لها هو ما ترباش اصلا، لانه لو كان اتربى كويس وتحط في وسط اب وام متربيين كويس كان الموضوع ايه؟ هيختلف. فرق. وراح اقول لها لو انت عندك اسفنجه تمام وحطيتيها في ميه وانت تعصريها هتطلع ايه؟ هتطلع الميه اللي انا شربتها. ليه شربتها؟ طيب عمرك هتحطيها في ميه نظيفه هتقول مطلعه ميه مش نظيفه؟ لا طبعا. لا طبعا. نفس الفكره، الطفل بيتولد صفحه بيضاء مش مكتوب فيها اي حاجه. الاب والام هم اللي بيشكلوه، فعشان كده لازم تحسن تشكيل هذا الطفل. وعشان تحمل التشكيل ده بشكل كويس لازم تعرف الطفل اصلا سلوكه بيتشكل ازاي وفي اي مرحله عمريه. تمام. الطفل من هو في بطن امه بيشعر، يعني واحنا بننصح الناس، بنصح الاب الام تحديدا، انه في فتره الشهر الثالث الرابع كده في الحمل اوعى تقعدي تتفرجي على حاجات فيها رعب. ننصح ده بيتأثر بالحاجات طبعاً. اللي بتشوف برضه كمان بيتأثر في بطن الام. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت وجوزك ما تتخانقوش مع بعض في الفتره دي، هيأثر على الطفل. تمام. دي نصايح عامه كده يعني بننصحها هتلاقي الناس حتى العاديه والبسيطه ما تزعلهاش وهي حامل. هي نصيحه دارجه لكن السند العلمي بتاعها انه اي حاجه بتحصل والطفل في بطن الام بيدركها وممكن بيخزنها في الذاكره الجنينيه بتاعته. الشهر الكام؟ لا، في بدايه، بصي انا دايما اقول في بدايه تكوين الطفل. تمام. في بدايه تكوين الطفل، اول ما يبدا الطفل انه يتكون، هنا بدا يحصل انه الطفل هنا بدا يكتسب بعض الحاجات من الام، حتى الغذاء مثلا، نوعيه الغذاء كمان، نوعيه الغذاء بتفرق. يعني لو الام مثلا بتاكل بعض الاكلات الفاست فود مثلا، اللي بعض الامهات دلوقتي تكسل تعمل اكل وتاكل اي اكل فيه دليفري طول النهار بقى طول الوقت دليفري طول الوقت، فده بيأثر على الطفل وبيأثر على صحتها وبيأثر بشكل عام على الاسره. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي كتير من الامهات بتقع فيها، ان ما بتبقاش متخيله ان الطفل وهو صغير له راي وبيعرف ياخد قرار وبيعرف يتناقش وبيعرف يتكلم وبيحلل احسن مني ومني. طب فعلا انا بلاحظ يمكن يا ايمان ان في امهات كتير قوي تقول للطفل لا اسكت انت صغير، لا ما تتكلمش في الحاجات دي، او في الحاجات دي ده كلام كبار مالكش دعوه، يعني بيعملوا نوع من التقليل لراي الطفل او للحاجه اللي هو بيقولها ده. يعني طب انا هقول لك على اكتر من كده،
طفل جالي في مره فقلت لوالدته الولد ده بيعاني من اضطراب نفسي. قالت لي اضطراب نفسي ده لسه قد كده، هو شاف حاجه في الدنيا اصلا عشان يضطرب نفسيا؟ هي دي الجمله المشهوره. فقلت لها قلت لها الطفل ممكن يبقى يا اما اضطراب نفسي بشكل مرضي، عنده بعض الهرمونات وبعض الحاجات المفترض ان هي تفرز ما بتفرزش بشكل كويس، وبالتالي بيحتاج حاجه تعويضيه ليها. تمام. زي مثلا في ناس عندها بعض مثلا الهرمونات مثلا السيروتونين مثلا، في بعض الاطفال تلاقي طفل دم انت تقول له دمه تقيل، ده الواد ده تنح تنحه. ما هو السيروتونين ده يعني اعتقد مسؤول عن السعاده في السعاده في الطفل كده. فتلاقي ما فيش عنده مشكله في هرمون معين. لازم نطمن ونشوف الطفل، او عنده مشكله نفسيه، الاب والام ما بينهم مشاحنات باستمرار، فالطفل خد اكتسب بقى قلنا سفنجه، خد منهم بعض المشاحنات وبعض المشكلات اللي هي ممكن تحصل. عشان كده بوجه رساله لكل اب وكل ام انه ابنك هو مسؤوليتك، وعشان تحافظي على هذه المسؤوليه لازم انتوا الاثنين، واكدوا انتوا الاثنين قدامه تسلكوا سلوكيات انتوا عايزين يسلكها بالظبط كده، عشان نظام المحاكاه. بيحصل ايه بقى هنا؟ رقم واحد، حد خبط على البيت، الاب مش عايز يقابله، يقول له قول له بابا مش موجود، قول له بابا مش دي اخطر شيء. الكلمه الشهيره كمان بتاعت التليفون، ماما مش موجوده. ماما بتقول لك انها مش موجوده. اه بالظبط، ماما بتقول لك انها مش موجوده. لا انا في موقف ظريف حصل، انه حد من الاباء قال لابنه ينتظر حد معين ويقول له انه في ناس منتظراني فبلاش تيجي دلوقتي. فراح الولد صغير ما يعرفش مين الناس دي، فراح قال للناس اللي هو مش عايز. العكس. ففضل الاب فضلوا الناس قاعدين منتظرين الشخص ده، وقالوا له هو منتظرك عشان مش عايز يشوفنا واحنا ماشيين. يا خبر ابيض. فالاب اتحط في موقف مش كويس، بدل ما هو يلوم نفسه انه انا ليه عملت كده، ضرب الطفل على اساس ان هو اللي اتصرف غلط. لا يعني ما هو ده انا تصرف الخطا مني انا في الحال الاصلي. تصرف الخطا مين؟ من الاب. فاذا النقطه الاولانيه ما تحاولش خالص تكذب قدامه او تعمل اي تصرف انت شخصيا مش عايزك تشوف فيه، دي النقطه الاولانيه. هيقلدني خالص. النقطه الثانيه احبه، وهنا الحب مش ان انت تجيب له لعب وان انت تفسحه وان انت تخرجه، الحب ان انت تقول له انا بحبك، الحب ان انت تاخده في حضنك، الحب ان انت تحتويه، ده الحب. الحب ان انت تقعد تتكلم معاه، الحب بجد ان انت تخصص له ساعه في اليوم ويوم كامل في الاسبوع بتاعه، يستحق ده. يعني التلفظ بكلمه انا بحبك يا طبعًا. ابني او ان انا اطبطب عليه ده مهم ان انا طبعًا. اقوله واتلفظ بيه بلساني ان انا احسس ابني ما يقولش انا عارف مصلحتك وخلاص وانا اكيد انت عارف ان انا بحبك. على فكره انا بحبك جدا وانا ببقى مبسوط جدا لما اشوفك مبسوط وفرحان جدا لما اشوفك بتلعب وبتضحك قدامي. اكيد انت اكتر حاجه بالنسبه لي مهمه، يعني الشغل مش اهم، انا بشتغل عشان احاول ان انا اعمل لك حاجات حلوه كتير. الشغل احنا بنشتغل او بابا بيشتغل عشان حتى لو ما بيشوفكش كتير بس هو بيحبك جدا. تمام. والاب بيكلمه حتى لو في الشغل لو دقيقه واحده. يبقى عندنا كده حاجتين مهمين قلتهم يا دكتور، القدوه ان احنا ناخد بالنا ان السلوكيات بتاعتنا اللي احنا بنعملها هي الطفل اللي احنا او ابننا او بنتنا هم هيتاثروا بيها. تاني حاجه ان انا لازم احسس الطفل بالحب وبالحنان بتاعي. بس طيب ايه كمان تاني يا دكتور؟ الحضن يا جماعه. الحضن ده في علاج نفسي بالاحضان. يعني في احد الاطباء حديثا تحدث انه تاثير الحضن على المريض بيساوي علاج نفسي لمده كبيره جدا. ممكن يكون في بعض الاحيان بديل لادويه. ممكن بديل لادويه طبعا. لانه في كم من الطاقه والطمانينه والراحه النفسيه والجمال والمتعة الرائعة اللي انت بتحصل عليها بتحصل لك اتزان نفسي. بس طبعا بيشترط ان هو يكون من شخص انا فعلا بحبه او بيحبني. يعني الطفل ده لو اي حد يحضنه اكيد مش هيحس. الاب والام يعني الاب والام حضنهم مختلف تماما. تمام. الاب والام. نيجي بقى نقطة مهمة جدا عند البنت تحديدا. تمام. لان الموضوع ده بيفرق معاها جدا. البنت وهي صغيرة لو شعرت باهتمام وحب من الاب والام لما تكبر تبقى شبعانه حب واطمئنان وراحه. تمام. فلما تخرج من البيت بعد كده لما تكبر شويه ما عندهاش الجوع العاطفي اللي بنشوفه دلوقتي، مش عطشانه لحد يقول لها كلمه او حد يعمل لها مش عارف ايه. فخدوا بالكم انه المشكله وهي كبيره اساسها ضعف الحب والحنان والاحتواء. فخدوا بالكم من النقطه دي.
تمام يا دكتور. طيب احنا خلينا بقى ننقل على الجزء اللي نوهت عنه في المقدمه اللي هي التربيه الابداعيه. يعني ايه مفهوم التربيه الابداعيه بشكل مبسط؟ انه دايما نقول انه التربيه فيها وسائل تقليديه وفيها وسائل من الممكن ان تكون اكثر ابداعا في اعطاء الطفل او في تربيه الطفل بشكل يكون اكثر مهاره. وده لما بنقول انه ابداع التربيه معنى كده انه في تربيه وفي اسس وفي ابداع في طرق التربيه، لان طيب. كل الاطفال مختلفين عن بعضهم، ممكن قدراتهم مختلفه. وبمناسبه القدرات دي، اوعى تقارن الطفل باطفال تانية او باخوه الاصغر او الاكبر، وده نوع من انواع التربيه الابداعيه ايضا. طيب. يعني انا النهارده عندي 3 اطفال، فيهم واحد بيذاكر كويس وتحصيله كويس، فيهم واحد تحصيله قليل، وفيهم واحد رياضي، وفيهم واحد ما بيعرفش يلعب رياضه. معنى كلام حضرتك ان انا لازم اشوف قدرات كل طفل عندي وهو متميز في ايه، واقدر ان انا انمي الحته اللي هو متميز فيها. شايفه متميز يعني دي؟ كل واحد من الاطفال دي متميز في حاجه. تمام. لو انا قلت له انت على فكره ده بيلعب رياضه احسن منك، انت ليه مش زي اخوك؟ انت ليه مش زي اخوك؟ هو ممكن يكون متميز في حاجه ثانيه، هو متميز في حاجه ثانيه بالظبط، وده متميز في حاجه ثانيه، وانا متميز في حاجه ثانيه، كل واحد من الاطفال عنده تميز، فاياك والمقارنه. وممكن ينعكس عليه ان هو الحته المتميز فيها يهملها، لانه خلاص هو جاله احباط، يفضل يركز على حاجه اللي ماما وبابا شايفين ان اخوه متميز فيها، ويسيب الحاجه اصلا اللي هو اصلا كان ممكن يبقى مبدع فيها، بقى خلاص مركز نفسه مع النقص. كويس. عندكم مثال رائع جدا، دكتور احمد زويل ربنا يرحمه. الراجل ده والدته عملت ايه؟ حطت له على الاوضه بتاعته دكتور احمد زويل. ايوه، دي نقطه بقى كان نفسي اسال فيها جدا، ان دايما يقول لك حط هدف قدامك واكتبه وعلقه مكتوب على ورقه قدامك، سواء مثلا البنت على المرايه بتاعتها اللي هي طول الوقت بتبقى باصه عليها، او الولد مثلا يعني لو بيحب يروح للثلاجه ممكن نحطها على الثلاجه كده يعني. فهل ده فعلا بجد ممكن ينمي او يحفز طاقه ابداعيه في حد، وان هو يبقى كده فعلا؟ خليني اقول لك باختصار شديد انه في حاجه اسمها الصوره الذهنيه. تمام. انا عايز اخس، لو رحت حطيت على الموبايل بتاعي صورة أكل، أنا عيني دايما رايحة للأكل. طب لو رحت حطيت صورة حد مودلز سواء ميل أو فيميل أو حد جسمه كويس قوي، وفضلت كل شوية كل ما أصحى كده أفتح الموبايل ألاقي صورة الشخص أو الشخصية اللي أنا عايز أكون زيها، تمام، هيتكون عندك صورة ذهنية ودافع مستمر للوصول إلى ده. أكيد. طب أنا بس عندي استفسار عن حاجة يا دكتور. أحيانا الأهل بيبقوا عايزين الطفل يعني يحقق الحاجة اللي هم نفسهم فيها، مش اللي الطفل مبدع فيها. كويس. فممكن هم يكتبوا إن ده دكتور كذا، بس هو ده مش جوه الطفل أصلا. كويس. وإحنا بنتكلم بقى عن التربية الإبداعية، في اختبارات بتظهر مدى رغبة وميول الطفل للحاجة اللي هو ممكن يكون مبدع فيها. أنا شايف ابني أو بنتي هيتميز في إيه والقط ده من بدري، بس وأعرف إن هو هيبقى عنده إيه. مش متخصص، لأن كل الأبهات والأمهات وكل الولاد اللي طالعين في الشارع طالعين كده بالظبط، يعني ما يعني عارفة اللي طالع كويس هو كده، واللي طلع برضه وحش هو طالع كده بالظبط. لو أنت ما عندكش ده هتروح لحد متخصص، في اختبارات بتتعمل. يعني اختبار الذكاء ده أنا شايف من وجهة نظري إنه أي أب وأم عندهم طفل لازم يعملوا لهم اختبار ذكاء. تمام. يشوفوا الاختبار ده إيه، ده رقم واحد. رقم اتنين، في حاجة اسمها الميول الشخصية. خالد لو عمل له اختبار من هو صغير كان ممكن يطلع اصلا مش تخصصنا، كان ممكن يطلع مثلا حاجه ثانيه خالص، وكان يبقى مبدع اكتر منها دلوقتي. ساعات في اطفال بتبقى الرسم، ايه يا حبيبي الرسم اللي انت بترسمه ده، سيبه وذاكر وشوف اللي وراك. مع انه ممكن يبقى رسام بعد كده، ممكن يبقى رسام عالمي، واحد بيلعب كوره مثلا وجسمه ضعيف. انت ده انت لو حد خبطك خبطه اسمك نصيط، بلاش انت عشان خاطر. خلينا اقول لك حاجه، من انا شايف دلوقتي مثلا محمد صلاح، نقول ميسي مثلا. ميسي كان بيعاني من مشاكل في الطفوله تمنعه اصلا انه يمارس حياته الطبيعيه بشكل طبيعي، فلو كان فقد الام والاب او الاسره ما ادتلوش الدافع ده، ما ربطوش على انه لازم يبقى لو عندك هدف حاول ان انت تسعى عشان تحققه، ولازم يكون عندك اصرار عليه، ما كانش نجح. فاذا احنا اتكلمنا عن اكتر من نقطه. النقطه الاولانيه اتكلمنا عن انه القدوه لازم انت تكون قدوه للطفل. رقم اتنين اتكلمنا انه لازم تحط اهداف للطفل بتاعه على حسب الحاجه اللي هو يكون بيحبها، واتكلمنا ايضا عن انه، ودي نقطة مهمة جدا وتكاد تكون من أكثر النقاط أهمية في أمور التربية بالنسبة للطفل، إيه؟ الثواب والعقاب. كنت لسه بقى عايز أسأل حضرتك في قصة الثواب والعقاب. بعض الأطفال بيبقى عندهم نوع من أنواع التشبث بالرأي بصورة شديدة جدا، أنا عايزاك مثلا تعمل كذا وأنا شايف إن ده في مصلحتك،
بس انا ليا تصور تاني خالص في الموضوع ده. طبعا بالنسبه للابن فبيبقى طبعا عنده نسبه عصيان رهيبه جدا، مش هقول للاوامر، للحاجه اللي الاب او الام ان هو بينصحوا بيها. في الحاله زي دي هنتصرف ازاي؟ كويس. دايما الطفل بيرفض الحاجه اللي هو عايزها لاسباب. تمام. سبب ممكن ما بيحبهاش. يعني كل الحاجه دي انا ما بحبش اللبن، مش عايز اشرب لبن. تمام. فممكن اعوض له اللبن بحاجه تانية، او ادي له حاجه مع اللبن فتعوض ده. دي نقطه. النقطه الثانيه هو عايز يشعر برايه او قيمته، ان هو مالك زمام ان هو قادر ان هو ياخد القرار ده. اعمل ده مش هعمل. روح فلان مش هروح. ادخل دلوقتي نام مش هنام. طب في الحاله زي دي الاب والام، في الحاله زي دي لازم الاب والام لو في حوار ما بينهم وبين بعض، ما بينهم وبين الطفل، الموضوع سهل خالص. انا لما اجيب طفلي وانا متعود على الحوار، مش النهارده يعني، ما اجيش الام دلوقتي تقول لك انا جبته دلوقتي وقعدت جنبه قلت له انت ليه ما بتعملش، انت اصلا ما بنيتيش معاه حوار من البدايه، وبالتالي عدم بناء حوار من البدايه بيؤثر على الطفل في النهايه. طب لو حصل ان الام بالفعل وصلت لمرحله ان هي ما بنتش حوار من البدايه، كويس، هتتصرف ازاي؟ ما هي برضو عايزه تنقذ ما يمكن انقاذه. كويس. يعني تتصرف ازاي؟ هتتصرف ازاي ان هي من دلوقتي، من اللحظه اللي هي بتتفرج علينا فيها دي، ان هي لازم تشعر حبها للطفل رقم واحد. تطمنه بقى، على فكره انا بحبك وكده، وكل اللي انا كنت بعمله ده عشان كان حب ليك، حتى لو غلط، حتى لو ما كانش على تقعد وتتكلم معاه وتفهمه. اه طبعا. على فكره بص، لو انا كنت عملت حاجه تضايقك مش عيب، انا مش قصدي ان انا اضايقك، انا اصلا بحبك، ومن خوفي عليك ممكن ما كنتش خدت بالي ان الحاجه دي ضايقتك. فدلوقتي انت قول لي انت ليه مش عاوز تروح المدرسه مع اننا في بدايه المدارس؟ ممكن يقول لها سبب يخليها هي نفسها تقف جنبه. بالظبط. الولاد مثلا بيتريقوا عليها وتاخد بالها من حاجات فعلا مش موجوده. اه بتبدا تتدخل. المس في المدرسه بتضربني، مش بتحصل كتير اكيد، او بعض حالات التنمر كمان، بعض من حالات التنمر. من المدرسه كمان. لو الطفل شكله مختلف شويه عن الاطفال التانيين، كان جالي طفل في مره اسمراني شويه، كل الاطفال كانوا بيتريقوا عليه. بالظبط. طفل تاني كان بيلبس نظاره، كل الاطفال في المدرسه باربع عيون. ده بيبقى كتير جدا، والمفروض ان احنا بيبقى فعلا لازم نغرس في هو الولد مش عايز ايه، ما ينفعش والام تضربه والولد مش عايز يروح، وهو كمان ممكن يكون مكسوف يقولها السبب الاصلي. لا مش مكسوف، هو مفيش حوار، مفيش حوار بين الام، فمش قادر قنوات الاتصال ما بين الام والطفل، مفيش. هي عايزاه يروح وهو مش عايز يروح، هي عايزاه ينزل وهو مش عاوز ينزل، فتقوم ضرباه وتقوم منزله بالعافيه. يجي على فتره من الفترات كره المدرسه بالمدرسين بالماده بالمواد، وكره الام. هقول لك على حاجه، انا كرهت بعض المواد بسبب المدرسين. تمام. وبالتالي الطفل كذلك ممكن يكره ماده كامله عشان طول عمره، طول عمره بسبب مدرس. فاذا بناء حوار مع الطفل دي احد اهم وسائل الطرق الابداعيه الحديثه اللي بتخلق طفل قادر على ان يكون سويا، لان كل الاطفال دلوقتي بقت عندها مشاكل اكتر من الكبار والله. طيب لو اتنقلنا لنقطة تانية وقلنا لو انا دلوقتي عرفت زي ما قلنا كده، عملنا اختبارات الذكاء دي، عرفت ميول والقدرات بتاعة الطفل بتاعي، انا ازاي بقى اقدر انمي الميول والقدرات اللي عنده دي؟ كويس. طفل عنده قدرات معينة هبدأ انميها عن طريق ان انا ازود فيها المهارات دي. واحد بيحب يرسم، هجيب له ادوات رسم، هوديه مكان بيتعلم فيه رسم، يبدأ ان هو يرسم، يبدأ ان هو يبدع، يبدأ ان هو يتعلم، ادخله في مسابقات، اشوف ايه الاماكن اللي ممكن تزود له المهارة دي، اي مهارة بقى عنده. طيب عنده حاجه تانية مش ناجح فيها، بلاش ان انا اضغط عليه في الحاجه دي، ركز على المهاره اللي في ايده وعلى الجوهره وعلى الكنز اللي ممكن ان هو، حتى لو من وجهه نظرك ما ينفعش، حتى لو من وجهه نظرك انت مش حابه، انت مش هو، بالعكس ده هو ممكن مع وقت من الاوقات ميوله تجاه الحاجه دي تقل، ويتخلق ناحيته احساس جديد تجاه حاجه معينه. فعلا بعض الاطفال بعد شويه بتبقى خلاص انا مش عايز اعمل كده خلاص كده، ممكن يغير رايه. عارفه ايه اللي بيحصل بقى لو انت في الاول ما خليتوش يعمل الحاجه اللي بيحبها؟ يشعر طول الوقت انه كان نفسه في حاجه ما عرفش يعملها، وانه كان هيبقى فيها حاجه وهو اتمنع بقى فيها حاجه، ويبدا يلقي باللوم على الاخرين. بالظبط. عارفه يا ماما لو كنت زمان وانا صغير سبتيني عملت سبتيني ارسم كان زماني دلوقتي بقيت رسام. عارفه لو زمان كنت سبتيني اتمرن مش عارف ايه كان زماني دلوقتي بقيت بطل، مع انه اصلا كان هو بعد ما خد التجربه
كان حاسس كان ممكن لا مش خلاص مش اه حاسس ان هي مجرد او شغف ثانوي ما حسش ان هي ديت الحاجه اللي هيحقق ذاته فيها وبالتالي واسقط كمان ان هو يعني الام هي اللي منعته من حاجه زي كده طبعا طول الوقت شايف ان مامته او باباه هم كانوا السبب في منعه من حاجه معينه فبطلوا تمنعوا الاولاد عن طريق العقاب انت كده بتقتل جواه حاجه ممكن تكون فعلا هي الميزه فكره ما كملناش نقطه الثواب والعقاب لما العقاب للطفل مش لازم بالضرب يا جماعه والله الضرب مع الاطفال بيسيب اثر نفسي سيء وسلبي طول حياته طب يا دكتور ايه الاساليب اللي ممكن اعاقب بيها الطفل من غير ما اذيه نفسيا بالطريقه اللي هي مثلا زي كويس. الضرب دي عندنا الحرمان والحرمان بعقل يعني ايه الحرمان بعقل يعني ممكن ام تحرم الطفل من المصروف طول الاسبوع ما هو ده مش عقل هيعمل ايه بقيه الاسبوع طول الاسبوع فيفضل ولد طول الاسبوع توصل في بعض الاحيان انه بيعمل سلوك شاذ بالظبط انه ياخد فلوس من البيت من غير ما من وراهم او من صحابه او ياخد فلوس من اي حد لا انت مره احرميه مثلا من انه يلعب لعبه معينه على التاب بتاعه مثلا تمام احرميه من ان هو يروح مكان فلاني احرميه يوم من المصروف طب لو هتضربيه عشان عمل خطا كبير الضرب يكون مش مبرح ضرب لين ضرب لين بالراحه انا بقى استاذ سلام لما كان بيتكلم على موضوع الضرب ده يعني كان بيتكلم على استحياء انه بيسن السواك عارف السواك حاجه يعني زي القلم كده يعني اللي هو ايه اللي انت عم تقول مصطح وبرده تاني كل ده بيبنى على الحوار المبني ما بين الام والاب ومن الام والطفل يعني لو نفهم من كده يا دكتور ان لو في لغه حوار مشتركه من البدايه وانا حطيت الاساس لغه الحوار دي انا هتلافى مشاكل بعد كده ممكن تحصل 90% من الاخطاء الطفل مجرد ما شعره انه هيقول له ماما وهي هتفهمه ولو غلط هتفهمه انه غلط في ايه ومش هتضربه ومش هتهينه قدام الناس لان في بعض الامهات بتضرب قدام الناس فالطفل يعيط ويبص على الناس بيبص عليه ازاي فيحس بنقص هي كبير. الامان بتاعه اصلا يبقى عارف ان هو لو كان هيرجع لها طبعا. نفسه كمان ثقه نفسه بتنتهي بقى بعض الاحيان وخاصه في امهات بتضرب يكون الولد جسمه مش قليل حد 10 12 سنه انا شفت ام تزعق لابنها بطريقه هو عنده 13 سنه الولد اطول مني 14 سنه في السن ده فبتزعق له قدام الناس وهي بتشتري حاجه لمجرد انه خد شوكولاتايه وهي بتقول له انا اقول له مفيش شوكولاته تاني لا هو وصل للمرحله اللي ما ينفعش يتقال له فيها جمله زي دي يعني مفيش شوكولاته تاني انت اقعدي بقى اتكلمي معاه انه الشوكولاته ديت هو وزنه كان زياده شويه بتزود الوزن وزياده الوزن ديت بتجيب لك امراض والامراض دي هتتعبك انت وهتبوظ صحتك انت لو كلمتيه كده هو اصلا في لغه حوار بالراحه كده هيبدا ان هو يقول لا حاضر يا ماما انه هو نفسه هيقتنع لان هي تيجي من جواه انه خلاص لكن هو يحس ان هو محروم منها في اي لحظه وفي اي وقت هيبقى قدامه الحاجه ديت هياخدها ويجيبها فاذا انه الثواب والعقاب يكون زي ما قلنا العقاب يكون بالعقل والثواب يكون بطريقتين مش بس فلوس ولا هدايا ان اخليه ممكن يعمل حاجه بيحبها بالفعل وان انا مش بس كده كمان الحضن يا جماعه برضو. انا ممكن اعمل حلقه عن الحضن يعني واضح ان هو يعني طريقه طبعاً. جديده في العلاج ده في دراسه عن الحضن مش دراسه واحده في دراسات عن الحضن في دراسات عن تاثير الحضن مش بس للاثنين متجوزين تاثير الحضن حتى للصحاب لما بتحضن حد أيوة صاحبك بتحبه ايوه ده حقيقي ده بيحصل شوف بعد ما تسيبه بتحس بايه وخاصه لو حضن بجد يعني لو حضن انتوا الاثنين حضن حقيقي وفعلا مش حضن مطارات يعني مش حضن اللي هو انا يلا عشان تمشي لا لو حضن بجد فلو مهما اتكلمت من هنا عن كم الطاقه الرهيبه اللي موجوده داخل الحضن والاحتواء اللي موجود داخل الحضن تاكد تماما انه هتمشي تحضنوا بعض في الشارع طب دكتور انا بقى عندي استفسار هل لازم الحضن برضو؟ لا بعيد عن الحضن هل الطفل لازم او في علاقه ما بين مستوى الذكاء بتاع الطفل وما بين انه يكون مبدع ولا ما فيش رابط ما بينهم بص في دراسه الدراسه دي بتقول انه البشر ثلاث انواع 98% من الناس عاديين 1% من الناس دول مجانين اللي هم عندهم مشاكل عقليه 1% دول عبقره هنسيب العبقره على جنب وهنسيب الناس اللي عندها مشاكل طيب. على جنب خلينا في 98 انه كلنا زي بعض ولكن نختلف في حاجه واحده انه كل واحد فينا لديه قدرات ومهارات مختلفه عن الاخر انا لدي قدرات ومهارات تختلف عن طفل اخر وكل طفل الفروق الفرديه والفروق الفرديه ما بين الاطفال في واحد بيحفظ في واحد بيفهم في واحد بيرسم في واحد بيجري في واحد لديه قوه بدنيه وليس لديه قوه ذهنيه طيب. كل واحد فينا ولكن هل من الممكن ان يكتسب الطفل بعض المهارات عن طريق تعلم انه ممكن يتعلم ويكتسب مهارات اخرى فتطور من مهاراته بشكل كبير اه طبعا بالعكس ده الطفل الذي لا ينمى حتى مهما بلغ ذكائه موهبته الذكاء ده بيقل والطفل اللي هو ممكن قدراته تكون ضعيفه بس انا اشتغلت عليها واشتغلت عليه ونمتها هتزيد
وهتبقى قدرات اعتقد ان هي في المستقبل هتكون اكتر من الشخص الذي لم ينمى قدراته. وعشان كده عايز اقول ايه، واوجه رساله لكل الناس، ان والله يا جماعه اطفالكم دول لو انتم اهتميتوا بيهم وحافظتوا عليهم، ان الاسره نجاح والبيت نجاح، وانه الشغل زي ويكاد يكون اكتر من الشغل، والشغل ما هو الا وسيله لنجاح الاسره. احنا تقريبا ده استثمارنا في الدنيا، ده استثمارك في الدنيا وفي الاخره اكيد طبعا. ما هو عمل صالح ينتفع به، انت هتسيب ايه بقى؟ عمل صالح ينتفع به، او صدقه جاريه، او ولد صالح يدعو له. والنقطه بقى المهمه بقى اللي دايما الناس بتتكلم عن بر الاباء، اقسم بالله يا جماعه في بر اسمه بر الابناء. بر الابناء. طب على ذكر نقطة بر الآباء، أحيانا بيبقى في عندنا مشكلة، وتحديدا دي بتحصل في فترة المراهقة، لما بيجي الابن أو البنت بيوصلوا بقى لفترة المراهقة بتلاقي في نوع من الصراع ما بينهم وبين الأب والأم، بيبتدي ما يبقاش متقبل قوي للأوامر، حتى لو أنا كنت بتقبلها وأنا طفل صغير، لا خلاص أنا ببتدي أحس أنا كبرت. كويس. فترة المراهقة ليها 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 تركيبة مختلفة، إنه في الفترة دي بيبقى من صفاتها يعني إنه الطفل بيبقى أقرب للزملاء، اقرب لانه ياخد رايه من الناس اللي بره، عايز ينفذ قرارات، عايز يحس بذاته، عايز يحس انه الولد عايز يحس انه كبر يعني وصوته تخين وطلع له شعرتين فعايز يحس بنفسه، البنت تحس ان في بعض التغيرات فعايز تاخد راي صاحبتها وما الى ذلك، فدي جزء من صفات. لكن انا عايز اتكلم انه حتى لما بيكبروا في بعض الاباء ما بيكونوش ربوا ولادهم كويس، ما بيكونوش احترموهم، ما بيكونش عندهم عطف ولا حنان ولا احتواء، فلما بيكبروا ما بيلاقوش ده من الاولاد، فانت ما بريتوش وهو صغير فهو مش هيبرك، مش هيبرك هو انت كبير، فما تجيش تزعل وتقول لي ابني ما بيحترمنيش، ابني ما بينظرنيش، ابني ما بيسمعش كلام. طيب كده احنا بنتكلم في نقطه اذا كان الطفل اصلا سوي والاب والام المفروض ان هم اسوياء، برضو بيبقى في بعض الاطفال بيبقى عندها خلل نفسي، مش شرط انها تكون سويه ومش شرط انها تكون طبيعيه، بس انا ازاي كاب او كام اكتشف ان انا ابني عنده فعلا خلل او في نقطه معينه، يعني اكون عندي وعي بايه عشان القط الحاجه زي كده بسرعه. كويس. اكتر المشاكل اللي بتواجه الاطفال، طفل ما بيقعدش مع الاطفال كتير وتلاقيه دايما منعزل باستمرار، ولما تيجي تشركه في اي نشاط ما بيحبش يقعد مع الناس. غالبا الطفل ده حاجه من الاثنين، يا اما يعاني من اضطراب نفسي ونقص بالثقه بالنفس، يا اما هذا الشخص من الشخصيات الانطوائيه، لابد وان انت تشتغل على هذا الطفل من هو صغير، وجهه لحد متخصص. دي نقطه. نقطه ثانيه، طفلك كثير الكذب، بيكتب كتير، كل ما تقول له على حاجه مش مستاهله يبدك. الكذب ده من ضمن اهم الحاجات اللي بتصيب الاطفال اللي بيعانوا من الخوف، يعني عشان بعاقبه كتير كتير بخاف ان انا اقول الحقيقه واضحه، بيكتب عمال على بطال. يعني تقول له انت اكلت النهارده؟ لا اكلت. فتلاقيه متذبذب مش عارف يقول ايه، ويبدا هو يكبر. مش عارف هجاوب انهي اجابه. طب انا لو قلت لها اكلت، طب ما ممكن تقول لي انت ما اكلتش، ولو قلت لها ما اكلتش هتقول طب ليه؟ يعني هو الولد حاسس انه لا هو مطارد. دي نقطه ثانيه. النقطه الثالثه، لو حسيت ان طفلك كثير البكاء، في اطفال بتعيط فيقول لك الواد ده نكدي صبح وليل عمال يعيط، هو مش ممكن يكون عاطفي بزياده عن اللزوم او عايز يقتر عاطفهم، ممكن او ممكن يكون في حاجه مضايقاه واحنا مش ممكن يبقى الاب والام مش مديله اي اهتمام. تمام. فيبدا الطفل يعمل ايه؟ عايز يلفت الانتباه انه يعيط، فتيجي تقول له انت بتعيط ليه يا حبيبي، وتقوم واخده في حضنها اللي هو اصلا كان المفروض ياخد الحضن ده قبل ما يعيط وقبل ما يعمل القصه دي كلها. هو لجأ للوسيله دي عشان عارف ان نهايتها هتبقى الحضن اللي هو عايزه. كويس. او طفلك بيعمل سلوكيات كانت تكون غريبه، يعني مثلا بيخبط حاجات، بيكسر، تمام، عنده ميول عدوانيه زياده، بيعمل مش عارف ايه. السلوك الطفل ده حاجه من الاثنين، يا اما هو عنده سلوك عدواني ومحتاج تعديل سلوك، يا اما هو برضه عايز يلفت النظر ويلفت الانتباه ان هو لما يعمل حاجه زي دي تبداوا تكلميه وتبداي تقولي له. ممكن الطفل ما عندوش وسيله انه يلفت نظر الام ليها غير انه يعمل اي حاجه غريبه. فانت لو كنت اصلا قريبه منه ما كانش ده حصل. نقطه رقم 5 من المشكلات اللي انت لو لاحظتيها في طفلك، لازم ان انت تروحي فورا وتكشفي او تتاكدي ان طفلك ده كويس ولا لا، ان الطفل عنده لزمات معينه. تمام. يعني ايه لازمه؟ يعني قاعد على طول بيعمل كده، قاعد عامل كده، وبعض الاطفال اللي بتمسك كمان شعرها وتقعد تقطع فيه. يبقى كده لو عنده لازمه فورا، مش لما يكبر بقى خديه وديه الدكتور. تمام. طيب خلينا نقول في نقط سريعه ويبقى ده اخر سؤال هنختم بيه. ازاي اتعامل مع الطفل اللي عنده مشكله نفسيه بشكل صح؟ يعني قبل ما كمان انا بلس ان انا هوديه للدكتور او هوجهه المختص، انا في البيت اتعامل معاه ازاي بشكل صح؟
الطفل اللي عنده مشكله نفسيه بعد ما انت وديته للدكتور وعرفت مشكلته ووجهك لايه النصايح اللي انت تعمل بيها، اياك وان تشعره انه يعاني من مشكله او اضطراب نفسي. دي اهم نصيحه قولي. يعني اطمنه واقول له ان انت كويس ومفيش حاجه، ويعني ما تحسسوش ان في مشكله عنده، هو عنده نقص مش عنده مشكله، لانه ممكن تبقى مشكله نفسيه عابره. يا اما فعلا تبقى عابره بشغلك معاه، بان انت ما تحسسوش ده، بان انت ما تعزلوش عن الناس، بان انت ما تحاولش طول الوقت ان انت تعطف عليه بزياده فيشعر بان هو عنده مشكله فبيتم العطف عليه. بالظبط، نتاج للمشكله. يعني ما يبقاش العكس، حاسس ان في مشكله ولا في نفس الوقت ولا في نفس الوقت ازودها قوي فيحس، لانه هيعمل مشكله ثانيه. لو في اطفال ثانيه يحس ان هم مهتمين بيه فيقولوا له اشمعنى ده؟ لا ده ماما مهتميه بيك عشان انت عشان كذا. فيا جماعه كلام صغير وحاجات بسيطه، ومش عايز اقول ابداعيه، انا عايز اقول بس هي بقت ابداعيه عشان احنا ما عندناش اصلا اسس التربيه اصلا. لكن بوجه رسالتي في نهايه هذه الحلقه، انه يا جماعه اطفالكم ده كنز بالنسبه لك، لازم تستثمر هذا الكنز، عشان هذا الكنز لما يكبر تقدر ان انت تكون قادر على استثماره بشكل يكون افضل، وهذا هو الاستثمار الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة. استثمروا في ولادكم بدل ما تستثمروا في شقق وفي عربيات وفي بيوت، استثمروا في أطفالكم أو ما تتجوزوش. أنا هاخد من كلمة حضرتك يا دكتور وأختم بيها. طبعا بنشكرك دكتور خالد صقر أخصائي التشخيص والعلاج النفسي، نورنا في الفقرة دي وأفدنا بمعلومات كتير جدا عن التربية. ويمكن احنا اتكلمنا عن أن من أهم أسس التربية هو أول حاجة أن أنا أكون قدوة. لو أنا عايز ابني أو بنتي يتصرفوا بشكل أو بتصرفات صحيحة، أنا لازم أراعي أن أنا أتصرف نفس التصرفات دي قدامهم، ما بقاش أنا بطلب منهم يعملوا حاجة وأنا مش بعملها. قلنا أنا لازم أشبع أولادي بالحب وبالحنان، او بحسسهم دايما بالحب والحنان. ويمكن الدكتور اشار لنقطه مهمه قوي، الحضن يمكن دي من اهم الوسائل اللي بتحسس الطفل بالامان، بتحسسه بالحب، بتحسسه بالاحتواء. قلنا كمان من ضمن الحاجات المهمه ان لازم يكون في لغه حوار ما بيني وما بين الطفل، بمعنى ان انا يبقى الطفل يبقى صديق او انا ابقى صديقه للطفل، فلما يبقى في عنده مشكله او حاجه هو هيجي يتكلم معايا فيها من غير تردد، مش فكره ان انا بس اديله اوامر نفذ كذا او اعمل كذا، لا انا اتحاور معاه وافهمه، وهو بناء على المناقشه معاه هو هيقتنع بالراي اللي انا بقوله، لانه لو هو الراي الاصح. كمان في حاجه تانية اتكلمنا عليها، ان انا لازم افهم او اعرف الميول والقدرات بتاعه طفلي واوجهها بشكل صح، وما ينفعش ان انا اقارنه بحد واقول له طب شايف ده احسن منك في كذا، طب شايف ده بيعرف يعمل كذا عنك. لا، هو كل طفل يا جماعه، وهي في حاجه اسمها فروق فرديه ما بين الاطفال، كل طفل بيبقى متميز في حاجه معينه. انا دوري هنا ان احنا بنعمل زي ما قلنا اختبارات ذكاء للطفل، بعرف ميول الطفل رايحه فين، بلعب على الميول دي او بركز عليها وبنميها عند الطفل علشان اقدر اوصل بيه ان هو يكون يعني شخصيه ليها شانها بعد كده في المستقبل، تفيد نفسها وتفيد مجتمعها ووطننا. بكده تكون خلصت فقرتنا الاجتماعية. هنخرج دلوقتي لفاصل ونرجع لكم نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقرات حلقتنا النهاردة، ودلوقتي جه ميعاد فقرة الصحة والجمال. يمكن البشرة اللي بتتمتع بنضارة وحيوية هو حلم لكل بنت ولكل سيدة، لكن احيانا بعض العادات اليوميه الغلط اللي احنا بنعملها زي مثلا قله شرب الميه، زي الاجهاد، السهر لفترات طويله، عدم النوم لفترات كافيه، التوتر والقلق، ده بيأثر على بشرتنا بشكل سلبي وبيخليها تظهر بشكل مجهد. ويمكن ده بيخلي بعض الستات مثلا او بعض البنات وهم نازلين الصبح يضطروا لازم يحطوا ميك اب، حتى لو كان وراهم حاجه مستعجلين، وراهم شغل ومضطرين ينزلوا بسرعه، بس هي بتحس انها هيبقى يعني شكلها محرج لو نزلت قدام الناس من غير ما تحط ميك اب علشان تداري العيوب اللي موجوده في البشره بتاعتها. يا ايمان، وزي ما قالت نهى ان احنا الميك اب دلوقتي بقى شيء اساسي في حياتنا، محدش دلوقتي بقى بيقدر ينزل، لان هو ممكن يكون حتى ولو على الاقل حاطط التاتشات الخفيفه، سواء كانت مثلا لبنات الجامعه او للبنات اللي موجوده رايحه شغلها، او حتى كمان للستات الكبار اللي دلوقتي بقى الميك اب بقى فن بنقدر نداري بيه حتى العيوب الموجوده اللي ممكن ساعات عمليه التجميل ممكن ما تقدرش ان هي تداريها. منورنا النهارده في الاستوديو خبيره التجميل بوسي المكاوي اللي هتكلمنا النهارده عن الوصفات
الطبيعية وعن إزاي نقدر نجمل نفسنا بطريقة طبيعية. أهلا بيك يا بوسي. أهلا، إزيك؟ طبعا يا بوسي انت النهارده منورانا، وطبعا الميك اب يا جماعه اللي انا حطاه النهارده بوسي اللي حطاه لي، يعني واعتقد ان هو ميك اب رقيق جدا، يا رب يكون يعني على يعني عجبكم زي ما هو عجبني انا كمان. يعني منورانا يا بوسي، وعايزه اقول لك ان انا عاجبني جدا اللوك اللي انت عاملاه لي ايمان، جميل قوي يعني. ميرسي ليك يا بوسي جدا، طبعا تعبتك معايا النهارده جدا حبيبي. بس يعني انت ايدك تتلف في حريري زي ما بيقولوا يعني. قمر اصلا. تسلمي يا بوسي. بدايه انا عايزه اسالك ازاي طبعا ان البشره بتاعتنا عشان خاطر تطلع بلوك صحي لازم تبقى كمان هي كمان بشره صحيه. طيب. البشره الصحيه دي اكيد في عوامل بتخليها مجهده وبتخليها تبان بمظهر غير صحي، وبالتالي الميك اب اللي احنا حاطينه بيبقى شكله مش لطيف. أكيد. ايه بقى هي العوامل دي ونقدر ازاي نعالجها؟ اولا قبل ما نعرف العوامل، المفروض ان احنا قبل ما نحط ميك اب لازم نجهز البشره. تمام. عشان البشره تكون جاهزه ما ينفعش اجهزها من بره بس، لازم اجهزها من جوه كمان. اولا الحاجه الاساسيه اللي المفروض تتعمل حتى لو البشره ما فيهاش مشاكل، لازم شرب المياه كويس جدا على معدل اليوم. لازم نشرب مياه كويس جدا على الاقل كوبايه كل ساعه. تمام. المياه بتفرق جدا مع الهالات السوداء، بتفرق جدا مع البقع اللي في الوش، مع الشحوب، مع الغوامق، بتفرق جدا حتى في الجسم مش البشره بس. بتدي نضاره للبشره طبعا. اكيد. بالنسبه بقى ان احنا لو عايزين نجهز البشره الصبح قبل ما ننزل وكده، الصبح طبعا احنا مش هنحط فول ميك اب، اكيد احنا بنحط ميك اب نو ميك اب، بنحط حاجات خفيفه جدا تداري العيوب فقط لا غير. بنحط مثلا زي كونسيلر، زي بيبي كريم، مفيش بقى برايمر، مفيش فول كفر، مفيش كريمات اساس من دي خالص. تقصدي الحاجات اللي بتبقى تغطيتها عاليه؟ ايوه. لا طبعا ما ينفعش الصبح، لانها الصبح بتتفاعل مع الشمس فبتضر البشره جدا، لانها بتفضل ثابته لفتره طويله، فهتفضل ثابته لفتره طويله مع اشعه الشمس كده هتبوظ البشره خالص. طب يبقى دي اول ملاحظه مهمه نخلي بالنا منها يا جماعه، زي ما بوسي بتقول لنا كده ان ما ينفعش ان انا احط تكون حاجه هاي كفر قوي او فول كفر قوي الصبح، لان دي بتتفاعل مع اشعه الشمس وبتضر البشره مش العكس. يعني مش معنى ان انا عايزه اغطي عيوب او مشاكل عندي في البشره، لا ده انا كده بضر نفسي اكتر. اكيد. ولو ما حطيتش عازل بينها وبين اي كريم هيتحط الصبح، لازم يتحط تحتي حاجه عازله. يعني تقصدي ده من ضمن التحضيرات؟ من ضمن التحضيرات اللي ممكن ان انا عشان اتلافى بيها الاخطاء اللي موجوده في البشره. التحضيرات المفروض ان احنا الصبح، احنا المفروض طبيعه اي بنت بتيجي تجهز بشرتها، تمام، المفروض ان هي بتصحى الصبح طبيعي، بتشرب ميتها طبيعي. قبل ما تحط ايديها على وشها حتى لازم تكون ايديها نظيفه. ما ينفعش اصحى احط مثلا امسك حاجه في حاجه في حاجه واجي اروح ماسكه الكريم بتاعي وابدا استعمل الميك اب بتاعي، ما ينفعش. لازم يبقى من البدايه لازم نضافه، ممكن مثلا غسول بنستعمله للوش. في غسول نظيف طبعا، هي بتجيب الغسول على حسب بشرتها ومن الصيدليه مش من الاماكن مستحضرات التجميل، لان الدكتور هو هيقدر يفيدها اكتر من اي حد تاني. تقصد ان الحاجات اللي موجوده مثلا مصنعه تحت بير السلم او الحاجات اللي طبعا في حاجات مش بتبقى او مجهوله المصدر، او بتبقى دراج ستور. طبعا احنا بنبني البشره، احنا بنبنيها بمعنى صح، احنا البشره دي بنتعامل معاها لانها طفل. تمام. ما ينفعش ان احنا نجيب طفل ونسيبه كده لا طبعا، لازم نبقى عارفين خطوات كل حاجه. وكمان الخطوه دي بتفرق في الميك اب جدا. لو هي اهتمت ببشرتها وبشرتها بقت صحيه، لما بتيجي تحط ميك اب بعد كده الميك اب بيبان، بيبقى شكلها احلى. تحفة. اكيد بيبان احلى. ممكن تحط ميك اب وتبان بهته، ممكن تحط ميك اب وتبان تعبانه مجهده، في حاجه ممكن تحط حاجه غلط في البشره. وساعات بتبقى كمان براندات غاليه جدا جدا جدا، وما بتفرقش، ما بتعملش اللوك طالع مش حلو خالص، عشان البشره نفسها مش مجهده. ده بالنسبه للميك اب النهار، لازم يكون في بيبي كريم كويس، والكونسيلر مش مستحب قوي عشان خاطر برضو الكونسيلر اصلا بيزود الهالات السوداء فيما بعد. تمام. كل يعني كل الانواع بتاعت الكونسيلر، ولا في انواع مختلفه يعني، او انواع بتبقى اخف شويه؟ كل الكونسيلر بيزود، هو عشان بيخفي، فنقطة الخفي دي بتزود فيما بعد. حتى لو احنا حاطين بيبي كريم تحت منه كويس فعامل لنا كفر وبنحط عليه بعد كده الكونسيلر، انا ممكن اقول لك حطي كونسيلر بالليل. ليه؟ عشان هتحطي كونسيلر بالليل بس هتكوني حاطه تحت الكريم بتاعك برايمر. ما ينفعش بقى الصبح تحطي برايمر، البرايمر ده الصبح وبالليل. البرايمر اصلا استعماله كتير بيوسع المسام.
تمام. يعني نتيجته فيما بعد لما مثلا توصلي لسن ال 30 بتبداي تحسي ان المسام عندك واسعه جدا. طب فانت بعض الناس بيبقى عندها فعلا هالات سودة وبتبقى البنات فعلا متضايقه جدا جدا. يعني انا حطيت بيبي كريم بتبقى تخطيط وضعيفه قوي، فببقى محتاجه ان انا احط طبقه كونسيلر على الاقل. ممكن تحطي طبقه خفيفه لكن ما تعودش بشرتها على كده، ممكن بدل ما نخفي نعالج في اوبشن تاني. طب بنسمع بقى على الكوريكتورز اللي هي المصححات اللي تحت الكونسيلر لو هي عندها هالات سودة. اه طبعا يفضل ان هو يتحط. اه طبعا بتداري لانها لو حطت الكونسيلر فاتح وعندها مثلا لون في الهالات السوداء ازرق او حتى اصفر بيأكسد معاها مع الكونسيلر، ما ينفعش. لازم يكون الكونسيلر تحتيه كوريكتور عشان خاطر ده بيكمل ده. طيب ممكن نقول مع بعض كده، ممكن الالوان المصححه اللي احنا المفروض بنحطها بتبقى في الوان كده بنشوفها اخضر بني الاورنج ايه يعني كل الاخضر ده يتحط فين، الاورنج يتحط فين؟ بصي الاورنج بيتحط للهالات لما بتكون يعني ايه سمر على ازرق شويه. تمام ده الاورنج عشان تعادل اللون. اه الاخضر بيتحط لما بيكون في بقع في البشره، الاحمرات والحاجات اللي هي مثلا الحبوب او كده بيبقى في بقع بيبقى مكان حبايه عايزه تداري بتحطي اخضر وبعدين بترجعي تحطي بيج. تمام فوقيه. بالنسبه بقى الالوان الثانيه والاخضر، الالوان الثانيه دي بتبقى على حسب بقى، ممكن اصلا يبقى عندها هالات سودا خفيفه جدا بتبدا تحط وردي. الوردي ده اللي هو البينكي الفاتح خالص، حاجه يا دوبك بس تدي بتسند مع الكونسيلر، مع الكونسيلر كمان بس كبطانه تحتيه. اه بالظبط. طيب لكن من غيره يأكسد. اتكلمتي دلوقتي عن ان احنا ممكن اصلا نحل المشكله، مش فكره ان انا اعالجها بس بان انا اخفيها بالميك اب، لا ده انا ممكن اعمل حاجه اقلل بيها العيوب الهالات السوداء او المشاكل اللي ابتدت تظهر في بشرتي. طيب انا ايه وصفات طبيعيه ممكن اعملها او امشي عليها كل يوم فتجيب معايا نتيجه وتبتدي تقلل شويه من نسبه الهالات السوداء؟ تمام. بصي الهالات السوداء عامه بتبقى يا وراثه يا بتبقى ارهاق يا بتبقى تعب، على حسب. لو وراثه ملهاش حل عشان نبقى صراحه مع بعض، ملهاش حل. بالنسبه بقى للارهاق، اولا انت بتنظمي نومك كويس جدا، بتبداي تنامي زي ما كان جسمك متعود، بتبداي تشربي ميه كتير جدا. الميه الكتير جدا اللي بتشربيها دي بتفرق جدا مع الشعيرات اللي هنا. ما ينفعش اجي الصبح مثلا او بالليل احط مثلا كريم عشان يعالج الهالات السوداء اروح جايبه ايه بقى، جايبه كريم وابدا احط كتير بايديا، غلط. هنا في شعيرات صغيره جدا، لو انا الشعيرات دي اتكيت عليها هتموت، لو ماتت هتديني على طول اسمرار، هي تبدا زي بتفرقع فبتخرج اللي جواها فبتروح جايه عامله اللون، فكان هيبدا يغمق منك جدا لدرجه ان انت هتحسي ان انت مش بتعالجي، هتحسي ان انت الحاله ممكن اكون بسوق الحاله. بالظبط. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا انا هقول لك على حاجه طبيعيه تجيبيها. اولا الطب لحد دلوقتي ما تقدمش في موضوع الهالات ده، مفيش كريم، خلينا صراحه مع بعض، مفيش كريم لحد دلوقتي عمل حاجه في الهالات السوداء، بتفضل زي ما هي. بالنسبه بقى للحاجات الطبيعيه اللي ربنا خلقها، بالنسبه بصي في عندك زيت لوز حلو، حلو جدا، واللي احسن من زيت اللوز الحلو اللي الناس ما تعرفوش اصلا زيت جنين القمح. زيت جنين القمح ده تحفه بجد، تحفه. بتجيبي ازازه صغيره من عند العطار وبتجيبي برشامه فيتامين اي بتفضيها في الازازه وترجيها، وكل يوم بالليل بتحطي حوالين عينيكي. ممكن تحطي لوز حلو برده مع جنين القمح، بس جنين القمح كفيل لوحده يفتح البشره كلها مش الهالات السوداء بس. يبقى بيضيع كده. بوسي قالت لنا زيت اللوز الحلو وجنين القمح ده مهمين جدا لو في عندنا مشكله الهالات السوداء، او في عندنا كمان ممكن بقعه سوداء صح في البشره. أيوة ممكن يفتحها، بيوحد لون البشره. زيت جنين القمح بيوحد لون البشره جدا. طبعا انت عشان تساندي كل ده انت بتدخلي طبعا تعملي زي سكين كير طبيعي لبشرتك كل يوم قبل ما تروحي الشغل. هتعملي ايه بقى؟ بتجيبي الغسول بتاعك، بتغسلي بشرتك، بتغسلي طبعا وشك وكده وبتظبطي نفسك. بتجيبي بقى ايه؟ لازم يكون جنب الغسول ازازه موارد. الموارد ده عشان ايه بقى؟ الموارد ده هفهمك. البشره عامله زي الورده، لازم نسقيها. لو انت ما اديتيهاش الميه الكافيه ليها كده خلاص، انت كده يعني وشك هيبدا يديكي مشاكل كتير جدا. بالظبط، نقص الميه. بالظبط. فانت هتعملي ايه؟ كل يوم اول ما تصحي وقبل ما تنامي بتجيبي قطنه، بتجيبي الموارد وبتمشي على وشك. قبل ما تحطي الميك اب بتمشي على وشك بالموارد وتسيبيه 10 دقائق يتشرب. ما ينفعش احط كله ورا بعضه، لا احنا غسلنا وشنا بالغسول خلصنا خلاص تمام،
نجيب المورد نحطه على بشرتنا ونستنى 10 دقائق. ال 10 دقائق دول انت بتستني بتبداي بقى تشوفي هتظبطي شعرك تظبطي دنيتك اللي هو ايه ما بتضيعيش وقت برده. في نفس الوقت ال 10 دقائق عدوا وشك نشف تمام نبدا بقى نعمل الميك اب اللي هو بتاع النهار. هتعملي ميك اب بتاع افراح نفس الوضع لازم الموارد يكون معاكي في كل حاجه. الموارد ده اللي هو الحاجه اللي بتصبر البشره على الكيماويات الكتير اللي احنا بنحطها على بشرتنا وبعدين بتقفل المسام بعد ما الغسول فتحها فبتبتدي ان هي تقفل تخبط المسام عشان الميك اب اللي هيتحط لان البرايمر لما بيتشرف في في المسام بيرجع يعني ايه مره في الثانيه في الثالثه بتلاقي المسام عندك فتحت جدا تبداي تحسي ان بشرتك بتسوق منك. طب انا اعمل ايه عشان اقفلها؟ اولا المسام لو اتفتحت ملهاش علاج في القفل خلينا صورها. فالبرايمر لازم يكون طبي ويكون كويس ويكون مناسب لبشرتك. وقبل كل ده طبعا انا قلت الموارد ده دي حاجه مفروغ منه ده حاجه طبيعيه ولطيفه. نحط برده زيت جنين القمح ونحط لوز حلو ونحط فيتامين اي. طيب بما انك طبعا دلوقتي تطرقتي لموضوع الوصفات الطبيعيه انا عرفت يا بوسي انك انت بتقدري تعملي ميك اب في البيت من الطبيعه ما يبقى فيه مواد كيماويه فيه. بتقدري بقى تحضري الموضوع ده ازاي وايه الحاجات اللي انت بتقدري تحضريها؟ تقول لنا كل حاجه كده بتحضريها ازاي. ممكن نبتدي بالفاونديشن ازاي يعني ابتدي لك انا؟ طبعا الفاونديشن طبعا احنا بصي احنا اكيد الفاونديشن ده بقت حاجه اساسيه هو الكريم عند الاساسي البنات يا جماعه للي مش عارف بقت حاجه اساسيه عند البنات لازم وضروري وحتما كل البنات بتحط فاونديشن دلوقتي عشان توحد لون بشرتها. تمام تمام اوكي. احنا هنعمل ايه؟ الفاونديشن بيبقى عباره عن ايه في البيت؟ كلها حاجات من المطبخ ده اولا. انا حاولت ان انا اقدمها من المطبخ عشان ما تبقاش غاليه على البنات وممكن انت تستعمليها استعمال شخصي في بيتك لو انت جاي لك ضيف او حاجه مش عايز تحطي ميك اب تروحي حاطه ايه من ده حاجه سريعه ممكن تنجز موقف وفي نفس الوقت ما تضرش البشره قوي من زي المواد ومفيده المعين. ومش عليها مواد حافظ اكيد. كل اللي بنحتاجه بس يا اما بنحتاج اول حاجه اول خطوه بتحتاجي علبه فاضيه عشان تحطي فيها الفاونديشن بتاعك بتجهزي حاجتك طبعا. تاني حاجه بتجيبي بودره ثلج اللي هي بتاعه الاطفال الطبيعيه بتاعتنا كلنا بتجيبيها وبتجيبي كريم مرطب اي كريم مرطب انت بتحبيه اللي هو المناسب لنوع بشرتي وهو ده اللي انا استخدمه. تمام كريم مرطب كويس يكون فيه جونسون فيه نيفيا هو مش عايزين نقول ماركات علشان نقول اوكي 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 تمام. بتجيبي الكريم المرطب بتاعك تمام. الخاص بيكي وبتحطي الباودر وبتجيبي مثلا هتاخدي مثلا زي مثلا هتاخدي معلقه كريم تمام هتاخدي معاها معلقه باودر ثلج. مفيش بودره ثلج عندك في البيت في حاجه بديله لبودره الثلج في النشا تمام بتجيبي النشا اما باودر تالك اما هيبقى النشا تمام النشا بس يستحسن بودره التلج لان تمام. بودره التلج بتدي صحه للبشره اكتر. احنا بنحاول نعمل حاجه تداري وتعالج في نفس الوقت. تمام تمام. طيب الباودر تالك ده بيبقى ابيض ازاي اقدر ادي بقى درجات الفاونديشن عشان في درجات بتبقى غامقه وفي درجات مختلفه درجات فاتحه. احنا بنخلط الاول الكريم مع بودره التلج تمام بناخد زي ما بيقولوا مش عارفه اجيبها قوي هي ممكن بحاجه صغيره بمعلقه صغننه او لا بنعمل يعني ايه الكفر اللي احنا عايزينه. انت عايزاه مثلا فول كفر بتكتري باودر تمام. مش عايزاه فول كفر عايزاه زي البيبي كريم كده وسايل وحلو ولطيف يبقى اقلل كميه الباودر او النشا بتحطي كريم اكتر لحد ما توصلي للمعدل اللي انت عايزاه. وصلنا للمعدل اللي احنا عايزينه خلاص اللي احنا ايه هنعرف نحطه على بشرتنا تمام. هنبدا بقى نعمل ايه عشان نغمق اللون؟ هنجيب عصايه شيش العصايه بتاعت الشيش بتاعت المطبخ برده بتاعت المطبخ اللي احنا بنحط فيها فراخ الشيش طويل ايوه بالظبط. بتجيبيها وبتجيبي البن بتاعك البن المطحون بتاعك اللي انت بتعملي بيه القهوه بتجيبي العصايه بتاخدي منها شعرايه من علبه البن لانها بتلون كتير بالظبط. يعني لو زودتي حته صغننه خلاص كده بالظبط خلاص كل اللي انت عملتيه باظ تركيبه باظت بالظبط كل اللي انت عملتيه باظ. بتبداي تعملي ايه؟ بتاخدي شعرايه صغيره جدا من البن وتبداي تلوني الكريم لحد ما يديكي اللون اللي انت عايزاه لان احنا كلنا مش درجات بعض في بنات بتحب الفاتح في بنات بتحب الغامق. وعلى فكره ممكن تعمل كونسيلر برده من نفس نوع الباودر والكريم المرطب اللي انا قلت عليه تمام. يعني ده بيبقى كونسيلر وكريم مع بعض لو زودت مثلا كميه البودره شويه بالزبط. ممكن يديني تغطيه اعلى. الكونسيلر هيزيد معاه ايه؟ الكونسيلر علبه الكونسيلر هنحط نقطتين فيتامين اي عشان فيتامين الاي تحفه للهالات السوداء. يبقى احنا كده بنداري وبنجمل وفي نفس الوقت بنعالج حاجه بتفضل معاكي يوميه بتديكي علاج وبتديكي جمال
انت فجاه هيجي لك وقت تحسي ان انت خلاص استغنيتي عن الميك اب كله مش عايزاه لانك بتستعملي ميك اب صحي منتجات طبيعيه. تمام. طب يبقى خلينا نعيد تاني كده نقول الوصفه اللي قالتها لنا بوسي. لو انا عايزه احضر فاونديشن في البيت او عايزه احضر كونسيلر في البيت، انا بجيب الكريم، الكريم العادي اللي هو بتاع ترطيب البشره اللي انا متعوده استعمله او النوع المناسب ليا، بجيب الكريم ده وببتدي اخلطه زي ما انت قلتي كده يا بوسي، بخلطه ببودره تلج وكريم مرطب. احنا قلنا لو انا عايزاه يبقى قوامه خفيف قوي زي بنكتر الكريم اكتر، لو عايزين القوام بتاعه يبقى تقيل يبقى بنكتر البودره اكتر. الكونسيلر بس بيفرق في حاجه بسيطه، ان احنا بنحط فيتامين اي عليه، لان فيتامين اي نقطتين بالعدد ده عشان بيغذي او بيقلل الهالات السوداء وبيغذي البشره بتاعتنا بالظبط. طيب في دلوقتي بقى البنات طالعه في موضه حلوه كده ظريفه اسمها مورد الخدود اللي هو التنت. يعني ده برضو كمان ممكن نقدر ان احنا نستعيد عنه ونعمله في البيت؟ طبعا اكيد، وفي كذا خطوه وفي كذا شكل وفي كذا طريقه ممكن تتعمل. طبعا هما بيستسهلوا، بيجيبوا بودره دم الغزال من العطار ويبداوا يحطوها على الكريم الطبيعي اللي عندهم. دم الغزال دي اللي هي بتبقى زي الحمراء اللي هي بتحط على الاكل، اللي هو بيدي مكسبات لون الاكل. هي بتبقى بودره دم غزال لونها احمر، بتيجي من العطار، ما بتبقاش غاليه. في حاجات بديله احسن من بودره دم الغزال بكتير. زي ايه؟ زي مثلا الكركديه. الكركديه في نفس اللون الوردي او الاحمر. الكركديه بيديكي درجه احلى وبيديكي شكل طبيعي اكتر. حتى المطربين يقول لك الابو خد عنادي، ويعني دايما اللون اللون العنادي يعني معروفه. طب لو الكركديه بنحضره ازاي او بنعمله ازاي؟ الكركديه بتجيبيه اولا بتروحي للعطار تقولي له انا عايزه كركديه ورد، مش عايزه اي كركديه. لو عنده كركديه، لو ما عندوش كركديه ورد، في حاجه اسمها كركديه بيبقى غامق شويه عن الكركديه اللي هو الطبيعي. اللي هو اسوان بقى اللي هو بيبقى ايوه الكركديه الورد ده عامه بيبقى موجود في الحسين في الاماكن اللي هي ايه الشعبيه قوي. تقصدي اللي هو الفاتح؟ لونه وردي. الورد بيبقى غامق. غامق ولا فاتح؟ غامق نبيتي بس بيبقى شبه الورده، بتبقى ورده في بعضها كده مش بيبقى مفرط من بعض. تمام. ده بتجيبيه، اول ما بتجيبي الكركديه الورد ده بتروحي بيه البيت. عايزه اقول لك انه ليه 100 حاجه ممكن تعملي بيها لوشك ولشعرك والكعب رجلك والجسم كله. نعرف بقى منك كل حاجه كده نعملها ازاي. يعني لو جبنا مثلا كركديه كيسه قد كده تكفي كله. تمام. هتعملي ايه؟ هتاخدي الكركديه من عند العطار، هتروحي البيت طبعا، هتحطي ميه فيما يعادل مثلا هتحطيه في كاسرولله او في كنكه او اي حاجه عشان تغليه على نار هاديه. تمام. هتفضيه كله وهتحطي فيه ميه يدوبك تغطي الكركديه بس. يعني يدوبك تغطي. يعني لو مثلا هنجيب يعني مثلا ربع كيلو بيبقى كتير، يعني حبه صغيره تقصدي؟ انت هتعملي حبه على قدك مثلا. تمام. فانت هتحطي حبه على قدك، تحطي ميه يدوبك تغطي بس ايه الكركديه معاكي، ما تحطيش ميه كتير عشان ايه ما يخفش منك في اللون. هتوطي النار عليه خالص وتسيبيه يغلي لمده نص ساعه من ساعه لربع على حسب البوتاجاز بتاعك. تمام. تمام. بعد ما يغلي هتسيبيه يبرد خالص، بعديها هتصفيه الميه اللي هتنزل منه دي مش هنرميها، هنحتاجها برده هنركنها على جنب. احنا محتاجين الكركديه بعد ما غلي. يعني الورق نفسه بعد ما الورق غلي. هنجيب بقى طبق كده مثلا واسع ما يكونش غويط، يكون مفرود، هنفرد عليه الورق كله. الورق طبعا بيبقى فك من بعضه، هنفرد عليه الورق كله. بعد كده هنسيبه في الهواء يا اما نعرضه للشمس لحد ما يبقى ينشف. عامل زي الورد المجفف. ينشف يبقى عامل زي الورد المجفف. تمام. هتجيبي مثلا او يرجع لاصله تاني زي ما كان. لا ما هو اصله تاني زي ما كان. هو طبعا لما بتسيبيه بينشف كده. اصله تاني زي ما كان بينشف تقريبا. بالظبط. الاصل يعني طب ما انا ممكن اخده من العطار اطحنه على طول. لا ما ينفعش خاطر احنا لازم ينزل لونه. خرج ده لونه بعد ما بتحطيه طبعا، وبعد ما بتظبطيه وبتحطيه وبتسيبيه ينشف. اول ما بينشف هو ممكن ياخد معاكي يوم. تمام. خلينا متفقين في ده. هتحطيه في مثلا بره في البلكونه، هتحطيه في الشمس، ايا كان. بعد ما ينشف هتجيبيه بقى ايه زي هون مثلا، بس هون نظيف مش بتاع المطبخ. تمام. حاجه مخصوصه طبعا تكون مش واحدة. لازم هون تقيل وكده، هون خشب خالص. هتاخدي شويه ورد وتبداي تطحني كده زي ما كانوا زمان بيعملوا. تمام. زمان كانوا بيحطوا الحاجه ويطحنوها كده. هتطحن. هو انا ما ينفعش يا بوسي احطه في المطحنه بتاعه الخلاط؟ ينفع طبعا، بس هو ويعني لو حطيتيه في مطحنه الخلاط، الخلاط هيفضل طول عمره احمر مش هيتغير. هيفضل احمر معاكي. هتيجي تحطي اي حاجه هتلاقيه بيطبع معاكي. تمام. فانا عايزه حاجه مش الخلاط احنا ممكن نبقى. وبعدين المطحنه ممكن يكون مطحون فيها حاجات توابل ممكن تبقى غلط على البشره، واحنا عايزين نحافظ على بشرتنا.
فاحنا هنجيب الهون العادي اللي هو الهون الخشب ده مبيبقاش غالي اصلا، هنجيبه ونبدا نطحن فيه واحده واحده لحد ما تبقى باودر في ايدك. بقت باودر في ايدك، الباودر دي هنبدا نعمل فيها ايه؟ احنا الميه بتاعه الكركديه اللي احنا صفيناها تمام هنحط فيها البودره، هنبدا نحط معاها بودره، وهنبدا نحط لوز حلو، وهنبدا نحط نقطه فيتامين اي واوميجا 3 عشان التجاعيد. تمام تمام تمام، لان احنا بنحط كده هنا بنحط في الحتت دي اكيد، فالحتت دي عندنا اول حتت اصلا بيحصل فيها تجاعيد. تمام، وقريبه من العين وقريبه من العين طبعا. فهنحط نقطه الاوميجا 3 دي عشان تغذي البشره شويه. بعديها طبعا هنجيب ازازه كده زي ازازه البرفيوم او اي حاجه ونرجها وبس. لو عندك انت بقى بتزودي الباودر بتاعه الكركديه دي على حسب اللون اللي انت عايزاه على خدك. انت مثلا بتزودي وبتاخدي بطرف صباعك الصغير وتحطي على خدك. يعني انا عبيت اللي انت قلتيه ده كله قبل ما تعبي. قبل ما اعبيه بتخلصي الاثنين مع بعض. تمام، قبل ما تعبي بتبداي بقى تحطي البودره مع الميه اللي انت كنتي ايه مصفياها. تمام، وترجيهم في بعض وتحطي الفيتامين بتاعك وتحطي كل الحاجات بتاعتك. تبداي تشوفي بقى الدرجه معاكي هتبقى كويسه على خدك. بتبداي تشوفي كده نقطه دي وردي، لا دي لسه فاتحه انا عايزاها غامقه شويه. يستحسن نعمل ايه بقى لو هي مثلا فاتحه معانا؟ يستحسن النصيحه عشان خاطر البنات بتحتاس في الخطوه دي جدا وبتقول مثلا لا ده كده خلاص لونها حلو. نعملها غامقه وناخد يا دوبك حته صغننه جدا نقطه صغيره ونبدا نعمل كده عشان يقعد معانا اكتر وقت. مش نفضل كل شويه نعمل وناخد ونهدر. انا ممكن واحط تاني وناخد ونهدر ونعمل بدل ما نحط نقطتين ثلاثه لا هنحط نقطه يعني واحده. يعني البدايه اعمله غامق. الغامق طيب ده. خليني اخد كده من كلامك يا بوسي واقول لك ان احنا يعني فقرتنا قربت خلاص تخلص، فانا عايزه منك نصيحه اخيره بتوجهيها للبنات في العنايه ببشرتهم. العنايه للبشره اولا الموارد. نفضل انا هفضل اقول الكلام ده سنين قدام. الموارد اولا وثانيا. الموارد يا جماعه ثانيا بقى لازم تروح تحلل تشوف الحديد بتاعها، تشوف جسمها، تشوف معدتها عشان دي تبقى كويسه. لازم المعده تبقى كويسه، لازم الدم يبقى ماشي كويس في الجسم، نشوف نسبه الانيميا عندنا كام. لازم نعالج الاول قبل ما نبدا نجمل، نشوف السبب ايه. لو عالجنا خلاص كده احنا مش هنحتاج نجمل اساسا لان ربنا خلقنا كلنا حلوين. هي بس تبقى من الشمس، من الاجهاد، من التفكير الكتير. لازم برضو نفكر شويه احنا ايه اللي بيعمل فينا كده، بس احنا ما اتولدناش كده. فهي انا بقول لك الموارد، ولازم نشرب ميه كتير، ولازم ناكل اي حاجه خضراء. اي حاجه خضراء تقابلك في البيت تاكليها، اي حاجه خضراء. طبق السلطه مهم. اي حاجه خضراء، اي حاجه اخضر، جرجير، خيار، بقدونس. بس الفلفل طبعا ده ليه ناس اصحاب القولون ما ينفعش ياكلوا فلفل كتير. تمام جدا يا بوسي، بشكرك على تواجدك معنا في الفقره، نورتينا. كانت معنا بوسي خبيره التجميل. احنا اتكلمنا النهارده عن الحاجات اللي ممكن تخليني احافظ على نضاره بشرتي. يمكن قلنا اهم التعليمات ان انا لازم اشرب ميه كتير، لازم اكل حاجات الخضروات كتير، بمعنى انه لازم يكون في دايما طبق سلطه موجود مع الاكل اللي انا باكله. قلنا من ضمن الحاجات ان انا برضو احاول انام قدر كافي علشان بشرتي ما تبانش مجهده. قلنا كمان من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نخلي بالنا منها واحنا بنحط ان احنا ما نحطش فاونديشن يكون فول كفر الصبح بدري، انه بيتفاعل مع الشمس وده بالتالي بيسبب اضرار للبشره كتيره جدا. قلنا كمان من ضمن الحاجات ان الكونسيلر ان انا احطه كتير قوي تحت عيني ده بيزود الهالات السوداء. لازم ابقى عامله كفر تحت منه كويس قوي علشان ما يضرش بالبشره بتاعتي، بمعنى ان انا بيكون لازم في البرايمر انا حطاه، بمعنى ان انا لازم بكون حاطه في الاول المصحح اللي هو بيفتح شويه تحت منه، وبعد كده انا بعادل بان انا بحط الكونسيلر في الاخر. طبعا كمان اتكلمنا عن الوصفات الطبيعيه ممكن نحضرها في البيت. يمكن من اهم الوصفات اللي قالتها لنا بوسي الوصفه بتاعه الفاونديشن، وصفه الكونسيلر واللي هم اساسهم عباره عن الكريم المرطب بتاع البشره بتاعنا اللي احنا بنستعمله، وبنضيف عليه بودره تلك. وقلنا كمان لو انا عايزه يعني ده الفاونديشن، لو انا هعمل كونسيلر يبقى بزود عليهم فيتامين اي. بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا، فقرة الصحة والجمال. بنطلع الفاصل دلوقتي ونرجع لكم مرة تانية نكمل باقي فقرات حلقتنا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم فقرات حلقتنا النهارده. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقره الخمسايه او خمسه سياحه. الخروجة بتاعتنا النهاردة في واحد من الأماكن المميزة اللي بتدل على عظمة وعراقة الآثار الإسلامية والحضارة الإسلامية. شارع لما بتمشي فيه بتحس بالأصالة، بتحس بالعراقة. هو شارع المعز اللي بيعتبر قلب القاهرة القديمة. زي ما قالت نهى، شارع المعز من أعرق الشوارع القديمة في منطقة مصر القديمة. طبعا شارع المعز في بداية نشأته قام بتخطيطه بطريقة ما معينة بحيث ان هو يفصل مدينة القاهرة لقسمين متساويين بالضبط. طبعا شارع المعز فيه اكتر من يعني اثر اسلامي واثر ومعالم ممكن الواحد ممكن ان هو يزورها. عندكم مثلا في حاجات كتيرة جدا ممكن تتزار هناك، زي طبعا البعض المساجد وبعض الأضرحة اللي موجودة من بداية الباب زويلة أو باب الفتوح. عايزة أقولك يا إيمان أن شارع المعز ده نشأته كانت في بداية عهد الدولة الفاطمية، وزي ما أنت قلتي كده التخطيط بتاعه تحديدا أو الامتداد بتاعه أو بدايته ونهايته بتبتدي من باب زويلة في الجنوب والحد باب الفتوح في الشمال، وكان هو وقتها المركز السياسي والروحي للمدينة. طبعا شارع المعز كان بدايته أو بداية نشأته كانت طبعا بينسب الاسم المعز لدين الله الفاطمي في وقت الدولة الفاطمية. طبعا الأماكن اللي كانت موجودة طبعا في ده كان موجود في القرن الثالث عشر الميلادي خلال عهد الدولة المملوكية برضو كمان، ومع بدء الهجوم بتاع التتار على المشرق والعراق نزح كتير جدا من المشارقة لمصر وعمرت الأماكن والأسواق خلال أسوار القاهرة، وحوطتها طبعا بالأحياء كتيرة جدا نشأت، ومن ضمن نشأتها كان شارع المعز في التوقيت ده. طبعا شارع المعز بياخد نصيب الأسد بالفعل في أكبر شارع ممكن يحتوي على آثار إسلامية ومعالم إسلامية ممكن أن أنت تزورها في الشارع ده. كمان الشارع ده يا إيمان أو أطلقوا عليه شارع المعز لأنه له تسميات كتيرة الحقيقة. لما أطلقنا على الشارع ده شارع المعز ده كان سنة 1937، وإحنا سميناه بالاسم ده نسبة لمؤسس القاهرة أو لمنشئ القاهرة الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، وهو كمان أول خليفة فاطمي دخل مصر بعد فتحها سنة 358 هجرياً. لو احنا جينا ناخد جولة كده يا إيمان سريعة في شارع المعز، لو احنا حبينا ناخد، احنا قدامنا اختيارين، يا ناخد جولة واسعة قوي في شارع المعز او ناخد جولة مختصرة. لو جينا نتكلم على الجولة الواسعة اللي هناخدها في شارع المعز، الجولة الواسعة دي بتبتدي من جامع الأزهر والمحيط اللي موجود حواليه، وبعد كده هنتجه ناحية مسجد الحسين، وبعد كده شارع الجمالية لحد ما نخرج من باب النصر، وبعد كده لو اتجهنا ناحية الغرب هندخل من باب الفتوح، وبعد كده شارع المعز لحد ميدان السيدة نفيسة. الجولة دي الحقيقة هتبلغ مسافتها 8 كيلو متر. طبعا دي الجولة المطولة. لو انا هاخد ان انا دلوقتي جولتي من بره شارع المعز والشوارع المحيطة بنفس الشارع، انما لو هاخد جولة مختصرة جوه الشارع نفسه فهبتدي ان انا ادخل شارع المعز من باب الفتوح او باب زويلة. وطبعا كتير مننا عارفين الباب ده لان هو طبعا واقع في مكان مشهور جدا جدا، وطبعا او تخش طبعا العكس اما من الباب ده او من الباب ده، بتبلغ المسافة جوه الشارع نفسه حوالي 2 كيلو متر ونص، وممكن تاخدها على رجليك من اول الشارع لاخره سيرا على الاقدام. مش شرط انك انت تركب مواصلة او انك انت تركب اي حاجة من جوه، بالعكس انت بطول ما انت ماشي في الشارع بتشوف الاثار الاسلامية اللي موجودة على الجنبين، ده غير طبعا كمان الحرف والصناعات اليدوية اللي مشهور بيها الشارع ده، وطبعا منذ قديم الأزل طبعا حرف الأرابيسك والحفرة على الخشب من أبرز الحاجات اللي موجودة هناك. مش بس هنقدر كمان يا إيمان نشوف الحرف اليدوية الموجودة هناك، الحقيقة
الحقيقه هو بيضم برضو مجموعه من المحلات المتميزه هناك اللي بيبقى عندها الحلي القديمه قوي والتراثيه، بيبقى عندهم كمان ملابس تراثيه نقدر نتفرج عليها ونشوفها، ده غير انه كمان بقى في ظاهره هناك يا ايمان ان احنا ممكن نروح نتصور بالملابس التراثيه دي وناخد صور تذكاريه تكون يعني تفكرنا بزيارتنا للمكان. بالظبط يا نهى، زي الاطفال هناك بتحب تروح وحتى الكبار كمان بيحبوا يروحوا هناك يلبسوا الملايه اللف بتاعتنا الجميله بتاعت زمان، ويلبسوا كمان الحاجات اللي هي اللبس سواء كان الساري الهندي او كده، عشان خاطر بياخدوا استمتاعهم بالجوله كامله من اولها لاخرها. وبكده النهارده بتكون خلصت خروجتنا في شارع المعز لدين الله الفاطمي، اعتقد انها خروجه لذيذه وجميله ويا ريت كلنا نجربها. بنهايه فقره شارع المعز هنطلع دلوقتي لفاصل صغير ونرجع مره ثانيه نكمل فقرات صباح بلدي. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين فقرات صباح بلدي. فقرتنا دلوقتي فقره الفنيه اللي هنتكلم فيها عن كاتب من اروع كتاب الادب في فتره الثمانينات والتسعينات، اللي كتاباته كلها اثرت شباب ومراهقين الفتره دي. النهارده كلامنا عن دكتور احمد خالد توفيق العراب. دكتور احمد خالد توفيق اتولد في طنطا سنه 1962، وتخرج من نفس الكليه من كليه طب طنطا سنه 1985، وحصل على شهاده الدكتوراه سنه 1997. طبعا دكتور احمد خالد توفيق زي ما هو معروف عنه ان هو كاتب الشباب، اللي خلى الشباب في توقيتاتهم مراهقتهم وشبابهم الصغير يقدروا يعرفوا يعني ايه كتابة، يعني ايه ادب، يعني ايه ادب رعب او ما وراء الطبيعة. فعلا يا إيمان، يمكن سلسلة ما وراء الطبيعة هي أول سلسلة ابتدى بيها الدكتور أحمد خالد توفيق كتاباته، ده وقت ما انضم للمؤسسة العربية الحديثة سنة 1992. طبعا السلسلة دي حققت انتشار كبير جدا وحققت نجاح كبير جدا، على الرغم من أن كتابات الرعب وقتها ما كانتش مألوفة. طبعا الدكتور أحمد خالد توفيق كتب عدة سلاسل أخرى زي سلسلة سفاري وسلسلة فانتازيا وروايات عالم الجيب الشهيرة جدا، ده غير بعض الروايات اللي أشهرها يوتوبيا والسنجة اللي اتنشرت لدور نشر أخرى. كمان الدكتور أحمد خالد توفيق بالإضافة للروايات اللي ألفها كان له عدة مقالات سياسية واجتماعية اتنشرت في عدد من الصحف والمجلات العربية زي اليوم الجديد والتحرير الإخباري وبص وطل. بالإضافة لده دكتور أحمد خالد توفيق كمان كان بيحب الترجمة، ويمكن من أشهر الروايات اللي ترجمها دكتور أحمد خالد توفيق رحمة الله عليه كانت رواية نادي القتال، واللي اتنشرت عن دار مرت للنشر وأعادت دار ليلى نشرها مرة تانية. العراب كان بيمثل جزء كبير جدا من روح الشباب في جيل التسعينات وجيل الثمانينات، كانوا بيعتبروه الأب، كانوا بيعتبروه القدوة، كانوا بيعتبروه المعلم. أحمد خالد توفيق كان طبعا زي ما هو متعارف عليه أنه هو كان طبيب في جامعة أو أستاذ في طب في جامعة طنطا، طب طنطا، وكان من أحد الحاجات المشهورة أو النوادر اللي كانت موجودة أنه كان عنده من روح التعليم، لما كان حد من الطلبة كان بيدخله في الامتحان الشفوي أو بيسأله في حاجة ويلاقيه مثلا ما هوش عارف، كان ممكن يطبطب عليه ويقول له اشرح له السؤال اللي هو قاله. كان عنده مهمة كبيرة جدا انه يعرف اللي قدامه المعلومة، بداية من طبعا سلسلة ما وراء الطبيعة اللي ما كانش حد فينا ما حدش يعرف العجوز رفعت اسماعيل الدكتور الذي يعني طبعا يعني عنده البدلة الكحلية التي تجعله فاتنا. طبعا اللي بيقرأ الروايات عارف انا بتكلم عن ايه بالظبط. طبعا جاره عزت اللي كان عنده داء عضال اللي كان بيخليه يحتاج للملح في اوقات كتيره جدا، وكان ممكن يخبط على جاره في اي وقت عشان طلب للملح. كمان ماجي صاحبه اشهر مقوله للعراب او لمقوله لبطل رواياته دكتور رفعت اسماعيل، لما كان بيقول لها بتحبيني، بتقول له الى الابد وحتى تحترق النجوم. طبعا له كلام كتير جدا 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 ومقولات كتيره جدا اشتهر بيها برواياته، وكل الطلبه بتوعه او مريدينه او قراءه عارفين كل المقولات دي. نوع
كمان يا إيمان يمكن الدكتور أحمد خالد توفيق قدر يترك أثر كبير أو بصمة كبيرة في جيل الشباب اللي اعتبروه زي ما أنت قلتي كده قدوة وأستاذ وأب ومعلم ليهم، لأن كتاباته كانت بتمس الشباب جدا، كانوا بيحسوا بنفسهم جوه الكتابات بتاعته. ولما توفى دكتور أحمد خالد توفيق أو العراب رحمة الله عليه، بعض الشباب أو بعض محبي وقراء رواياته وحطوا رسمة على مقبرته كان فيها اقتباسات من كلماته، وكمان نعاه متابعيه ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن من بعض ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي قارئة اسمها مي حسن بتقول: عمر من القراءة لكاتب رباني كما فعل أبي. كمان سارة سعد بتقول: كل ضحكة ضحكتها من قلبي كانت من طريقته الساخرة ودمه الخفيف، دايما بفتكر إنسانيته تفرده اختلافه. وزي ما قالت سارة في كلامها بالفعل، أنا شخصيا من الناس اللي كانت بتقرأ لأحمد خالد توفيق جدا من وأنا طفلة أو في سن المراهقة. فعلا قدر أنه هو يشكل وجداننا في الفترة دي، قدر أنه هو يخلينا نعرف معلومات جديدة جدا جدا ما كناش ممكن نحن نعرفها في السن الصغير ده إلا من خلال كتاباته. كان ممكن يقولك معلومة طبية يا نهى من خلال حدث، أو زي ما بيقولوا في سياق القصة اللي هو بيسردها، وكان بيخليك تعرف المعلومة بطريقة سلسة. وصعب جدا 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 أنك أنت ممكن تكوني قريتيها في مكان تاني غير عند روايات أحمد خالد توفيق. طبعا مات العراب الله يرحمه، وخرجت جنازته في جنازة يمكن تكاد تكون ملحمة شعبية، يمكن كانت تضاهي ساعتها وقتها كانت جنازة عبد الحليم حافظ. خرج كل متابعيه وقراءه ومن كل المحافظات، من كل محافظات مصر بلا استثناء. بالفعل خرج التنعي دكتور أحمد خالد توفيق، كان صدمة كبيرة جدا جدا بموته في وقت ما كناش متوقعين فيه أنه هو يتوفى رحمة الله عليه. وبالفعل ينهى فعلا أسرى الشباب كتاباته ومقولاته على قصصات ورقية ابتدت تتلزق على قبره لغاية وقتنا هذا. وحتى بعد ما مات ابتدت الناس تعمله حتى كمان في العمرة، وابتدت الناس تعمله حاجات، لأنه فعلا هو شكل وجدانهم في الفترة دي. ده حقيقي يا إيمان. احنا بنقول الدكتور أحمد خالد توفيق مات لكن ترك وراه كتاباته وكلماته اللي كتبها بحروف من النور، وأثرت أو تركت بصمة لدى الجيل الشباب. ومن ضمن المميزات بتاع أسلوب كتابات الدكتور أحمد خالد توفيق، يمكن إيمان اتكلمت على سلاسة أو سهولة أسلوبه، كمان هو كان بيتميز بأنه واقعية أو كتاباته كانت واقعية، بمعنى ان هو كان بيعيش الصراعات والاحداث اللي موجودة وبيجريها وكان بيعبر عنها. كمان من ضمن نقاط القوة كانت في كتابات أحمد خالد توفيق التنوع والاختلاف في المضامين، بمعنى أن الدكتور أحمد خالد توفيق ما كانش بيركز بس على الكتابات في علم النفس، لا ده كمان اتكلم على الطب والهندسة والفراعنة وروايات الجيب اللي احنا اتكلمنا عنها واللي كل الشباب كانت بتحرص على اقتنائها في الوقت ده. كمان الدكتور أحمد خالد توفيق زي ما اتكلمنا في سلسلة ما وراء الطبيعة اتكلم عن الرعب، يعني الحقيقة اتكلم في شتى المجالات وقدر يوصل لقلوب الشباب اللي كانوا دايما حريصين على ان هم يقتنوا رواياته وكتاباته. بالضبط يا نهى، كانت روايات دكتور أحمد خالد توفيق من أكثر الروايات اللي كانت متصدرة المبيعات لكل دور النشر، لدرجة أن معظم دور النشر كانت بتتهافت بالفعل على أن هي تنشر كتابات أحمد خالد توفيق، اللي طبعا كان من آخرها قبل ما يموت رحمة الله عليه كان روايات يوتوبيا وكانت شقابيب. وطبعا كان فيه طبعا حاجات تانية، كتابات تانية المفروض ان الاسرة بتاعته اعتقد ان هي لسه هتبتدي ان هي تدور على دور نشر معينة وتبتدي تنشر فيها الكتابات اللي لسه ما ظهرتش للنور. طبعا العراب رحمة الله عليه ما نقدرش ننكر فضله على جيل كامل من الشباب اللي خلوا الناس بالفعل جعل الشباب يقرؤون. من ضمن طبعا الكتابات اللي اتكتبت على المقبرة بتاعته ولغاية دلوقتي بالفعل شبابنا بيقروا، يمكن من أحد أسبابه كان دكتور أحمد خالد توفيق العراب رحمة الله عليه. وبنهاية كلامنا عن دكتور أحمد خالد توفيق العراب بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا النهاردة وحلقتنا، كمان نستناكم في حلقة تانية إن شاء الله. دمتم سعداء.